بسم الله والحمد لله، حمد عباده الشاكرين الذاكرين للمولى عز وجل في كل لحظة وفي كل حين. أوفياء الخامسة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير، صباح الخير، صباح السعادة، وصباح الأمل، وصباح الإشراق، والصحة والعافية من دون اكتفاء، وصباح المغفرة من رب السماء. صباحكم سعيد لكل أوفيائنا، لكل مشاهدينا، لكل مخلصينا، لكل متابعينا داخل وخارج الوطن. أسأل سبحانه وتعالى أن يكون صباح خير وبركة علينا وعليكم جميعا. صباحكم بربحكم جميعا، ونهاركم زين لكل الأوفياء والقلوب الطيبة اللي تابعني في هذا الأثناء. صباح الصحة والراحة على قلوبكم الجميلة لكل من يتابعنا في هذا الأثناء. أكيد ذكر المولى عز وجل فيه راحة وشفاء للأرواح ما بعده شفاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح كل القلوب من كل كرباتها بإذن المولى عز وجل. نتكل على الله سبحانه وتعالى حق توكلها، ونستغفره في كل لحظة وفي كل حين. وأكيد فاتحة قولنا كل صباح وإياكم مشاهدي الأفاضل، أذكار الصباح عطر للأفواه وطمأنة للقلوب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، وأنت على كل شيء قدير. نستغفر الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أكيد مشاهدي الأفاضل، طمأنة الأرواح بذكر الرحمن سبيل لولوج الطمأنينة الحقة التي نبحث عنها لبلوغ النجاح والفلاح في الدارين، دار الدنيا التي ما هي إلا فناء، أما الآخرة فهي ملجأنا بإذن المولى عز وجل، ومرادنا في أن نتنعم بجنانه يوم الحشر بإذنك، إنك أنت من تغفر الذنوب كلها وإن عظمت وكثرت. اللهم امسح شوائب أعمالنا بإذنك تعالى في هذا الصباح الجديد، صباح البركة على كل الأوفياء، الصحة ثم الصحة ثم الصحة على قلوبكم جميعا مشاهدي الأفاضل. أبسط الأمور هكذا قد تؤلمنا في أجسادنا تجعل نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة. اللهم نسألك أن تغفر كل الذنوب، ونشكرك في كل لحظة وفي كل حين حمد عباد شاكرين ذاكرين لك لكل لحظة. تحية خالصة لكم جميعا أوفيائنا، صباح السعادة والطمأنينة والعافية عليكم جميعا في كل مكان، لكل مرضانا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم بإذنه تعالى شفاء لا يغادر سقما في كل مستشفياتنا، في كل بيوتنا، في كل ولكل من يعاني سقما في جسده. تحية خالصة لكم جميعا مشاهدينا أفاضل، وصلوا وباركوا على بدر التمام ومصباح الضلال وشمس الإسلام حبيبنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. صلوا وباركوا مشاهدي الأفاضل لعل تبلغنا الشفاعة بإذنه تعالى. أما الآن موعدنا والزميلة سلمى مقبل في الاستوديو المقابل عن أهم الأخبار المتفرقة من هنا وهناك، وإطلالة في أحوال الطقس المرتقبة بإذن الله ومشيئتها، إضافة إلى أهم مواعيد الخامسة أمسية هذا اليوم السبت الصحية من توقيع الزميلة سلمى مقبل. سلمى صباحك سعيد. صباحك
سعيد سعاد، صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنباءنا مشاهدينا نستهلها من المنظمة الصحة العالمية، حيث كشفت نحو 1,000,000 شخص في العالم يدفعون نحو الفقر المدقع سنويا بسبب الإنفاق الصحي رغم التغطية الحكومية لمعدل 51% من النفقات. وفي آخر تقرير لها كشفت المنظمة العالمية للصحة عن النفقات في المجال الصحي تتزايد في أنحاء العالم بشكل أسرع من بقية الاقتصاد العالمي، مشكلة 10% من إجمالي النتائج المحلي العالمي. ويلقي التقرير المنظمة الضوء إلى اتجاه تزايد التخصصات المالية المحلية العامة للمجال الصحي بالدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط. أعلنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي من قسنطينة عن تنظيم حملات تحسيسية مكثفة خلال سنة 2019 لفائدة الأطفال من أجل حمايتهم من مخاطر الاستعمال السيء للإنترنت. ويتم تنظيم هذه الحملات التحسيسية بالتعاون مع وزارة البريد والمواصلات اللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وتستهدف على وجه الخصوص الفئات الأصغر في المجتمع. وشددت المفوضية الوطنية لحماية الطفولة على دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مرافقة جهود حماية الطفولة التي تقوم بها السلطات العمومية. توقع رئيس مجلس أخلاقيات المهنة للصيادلة الجزائريين لطفي بن بحمد بأنه يتم التخلص من الإشكال المتكرر للانقطاع في العلاج بسبب ندرة الأدوية بفضل ورقة الطريق التي أنجزها الفاعلون في إنتاج وتوزيع الأدوية بالجزائر الأسبوع الفارط، والتي بدأت وزارة الصحة والسكان بأخذ بعين الاعتبار. وربط بن بحمد الانقطاعات المزمنة للأدوية والمنتجة في الخارج وللتأخر في الصيدلة في المصادقة على البرامج الخاصة بالاستيراد، وكذلك بمحدودية الحصص الممنوحة للموردين. وكشف رئيس المجلس الأخلاقي للصيادلة أنه ينتظر من الوصايا أن تدرج في قانون الصحة إجراء خاص بمكافحة الانقطاع والندرة في العلاج والذي يتجاوز أثره السلبي على صحة المرضى. هذا مشاهدينا، وسوف تشاهدون عدد خاص بالقطاع الصحي في الجزائر في حصة مقاييس على التاسعة لنهار اليوم. تم تسجيل ارتفاع محسوس في الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بوهران الذي وصل إلى أكثر من 25,000 كشف السنة الماضية. البرنامج الوطني للكشف المبكر عن هذا النوع من السرطانات، ومن ضمن 25,000 كشف مبكر تم تسجيل حوالي 500 حالة وتم التكفل بها هذا. وتسعى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن تكون تغطية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بنسبة 100%. وفي هذا الإطار تم منح دفتر صحي وردي خاص بالكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والثدي. وفي آخر خبر مشاهدينا، أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر سيال يوم أمس الجمعة في بيان لها أن التزويد بالماء الشاروب سوف يتوقف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين على مستوى 13 بلدية بالجزائر العاصمة بسبب أشغال الصيانة على مستوى الشبكة، ويشمل الانقطاع البلديات التالية: باب حسن، دويرة، خريسية، بيرتوتا، تسالى المرجة، ولاد شبل، دراريا، سحاولة، العاشور، ولاد فايت، والسويدانية، دال إبراهيم والشرقة. وأوضح البيان أنه سيتم الانقطاع بسبب أشغال تعزيز قدرة التخزين عبر وضع حيز الخدمة خزان جديد في الدويرة. كما ذكرت سيال برقم مركز الاستقبال الهاتفي العمليات الخاص بالشركة وهو 1594 لاستقبال استفسار وانشغالات الزبائن 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع. مشاهدينا، تنتهي أخبارنا، نمر بكم إلى أحوال الطقس بعد هذا الفاصل. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس.
إذا مرحبا بكم مشاهدينا مجددا في أحوال الطقس اليوم السبت 17 من جمادى الثانية 1440 هجري الموافق ل 23 فبراير 2019، حيث نسجل 12 درجة في سطيف، 13 درجة في باتنا، 23 درجة كأقصى حد في بسكرة. في الليل تنخفض درجة الحرارة إلى درجة فقط في سطيف، 10 درجات بعنابة، 0 في باتنا و7 في بسكرة. ننتقل بكم الآن إلى المناطق الوسطى، حيث نسجل 15 درجة في الجزائر، 14 درجة في المدية، 20 في الشلف، و17 درجة في تيزي وزو. أما في الليل مشاهدينا فتنخفض درجة الحرارة إلى درجتين فقط في الشلف والمدية، 4 درجات في تيزي وزو و6 درجات بالجزائر. درجات الحرارة في المناطق الغربية تعرف ارتفاعا محسوس كذلك، حيث نسجل 15 درجة في تلمسان، 16 في سعيدة، 17 في وهران. في الليل تنخفض إلى 4 درجات في وهران، 6 بغليزان، وكذلك 4 بتلمسان و7 بسعيدة. إلى المناطق الداخلية الآن مشاهدينا، حيث نسجل 15 درجة في تيارت والنعامة والبيض والجلفة، 19 في ورقلة و20 درجة في غردايا. أما في الليل فنسجل درجتين فقط في تيارت، 0 درجة في الجلفة، درجتين أيضا في البيض، 4 درجات في النعامة و3 درجات في غردايا. ننتقل بكم إلى المناطق الصحراء، حيث نسجل 21 درجة في كل من أدرار وتمنراس، 18 في إليزي، 22 كأقصى حد في تندوف. في الليل نسجل 8 درجات في تمنراس، 5 في إليزي، 8 أيضا بأدرار، 5 درجات في بشار و8 درجات في تندوف. إلى سرعة هبوب الرياح، حيث لا تتجاوز 19 كيلومتر في الساعة في مناطق الوطن. ننهي النشرة الجوية مشاهدينا بوقت شروق وغروب الشمس، حيث كان الشروق يوم السبت 17 من جمادة الأولى 1440 هجري كان في 7:26 دقيقة، فيما يكون الغروب بحول الله في 6:35 دقيقة. هذا كله مشاهدينا، والله أعلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. مع موبيليس أينما كنتم اطلعتم على أحوال الطقس. مشاهدينا الكرام، ننهي فقرة الأنباء بتذكيركم بالمواعيد التي تشاهدونها اليوم في اليوم الصحي لهذا السبت. في الثانية تلتقون والدكتور زهرة بودين في حصة بلسم، وموضوع حصة بلسم للدكتور زهرة بودين. في الرابعة تلتقون حصة مفاتيح. في الخامسة موعدكم مع رزيق سلاماني وأسبوع القناة. في السادسة موعدكم هل سألوا، موعدكم الإفتاء اليومي المباشر. في التاسعة كما ذكرتكم مشاهدينا تلتقون حصة مقاييس، وموضوع اليوم واقع الصيدلة في الجزائر. سهرة ممتعة على قناتكم قناة القرآن الكريم. إذا مشاهدينا بهذا أكون قد أنهيت فقرة الأنباء، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القرآن الكريم الوسطية والاعتدال. كانت هذه مشاهدي الأفاضل إطلالتنا الصباحية، أقول من توقيع زميلة سلمى مقبل لأهم الأخبار المتفرقة من هنا وهناك، إضافة إلى إطلالة صباحية هكذا خدماتية على أحوال الطقس المرتقبة، ويبقى العلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا وكانت معكم الزميلة لتوافينا بأهم المواعيد الخاصة بهذا الأمسية الصحية السبتية من هذا النهار بحول الله، فتحية خالصة لكم
جميعا. أهلا وسهلا بالجميع في رحاب الضحى في هذا الصباح الجديد، نرحب بالجميع. وأكيد صبيحة هكذا ستكون وسيكون لنا حديث هكذا متشعب عن عديد المواضيع الخاصة بصحتنا جميعا صغارا وكبارا. هذا الصبيحة بإذن الله يكون حاضر وإياكم بإذن الله أخصائي طب الأطفال الدكتور سعيد إسماعيل، يعودنا بحضور الجميع الجميل أقول، يتحدث بإذن الله عن فرط الغدة الدرقية عند أبنائنا وفلذات أكبادنا، سيتحدث عن ذات المشكل ويفصل في أهم الطرق العلاجية والوقائية كذلك بالنسبة لهذا الشريحة في المجتمع. فقرة المرشد الطبي سيكون حاضر من خلالها صبيحة هذا اليوم دكتور البروفيسور خوجة رسيم. بروفيسور خوجة رح يركز صبيحة هذا اليوم عن أهم أسباب ومسببات وطرق علاجية لآلام الدورة الشهرية عند النساء. أما فقرة الترياق مشاهدي الأفاضل سيكون حاضر من خلالها الأستاذ كمال فليسي الحديث عن نبتة القرنفل، عن استخداماتها ومحاذير استخدامها كذلك. مسك الختام ستوقع لحضراتكم بإذن الله الدكتورة شهرزاد عزوزة. دكتورة عزوزة راح تتحدث بإذن الله صبيحة هذا اليوم وتكون تتمة لذات الموضوع اللي طرقنا ليها أو فيها العدد الماضي عن مواسم الخير، تتحدث من خلال فقرة شفاء للروح. الشفاء جميعا لكم جميعا أوفياءنا، لكل قلوبكم الطيبة والجميلة، لأرواحكم الندية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون صبيحة خير وبركة وطمأنينة على كل القلوب الجميلة اللي تابعني في هذا الأثناء. فقرتنا التالية مشاهدي الأفاضل إلى صديقتنا حلا، وأكيد في جعبتها هكذا نصائح سنستفيد منها صغارا وكبارا، في انتظار أن نستقبل وإياكم الدكتور سعيد إسماعيل بحرصه الدائم على ضرورة توخي كل ما هو حذر من أجل ضمان صحة جيدة وسليمة لكل فلذات أكبادنا. حلا في نصيحة جديدة ولنعود بحول الله. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام، فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام، صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام، اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. الثوم السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا، أنا أحب أن أتعلم كل جديد ومفيد، تعالوا معي. الثوم من فصيلة السمبقيات، له شكل مميز، فهو مؤلف من فصوص مغلفة بأوراق سيلولوزية لحمايته من الجفاف، تأخذ أصنافه أسماء الدول المنتجة له، فهناك الثوم البلدي، والثوم الصيني، والثوم الفرنسي. الثوم من أغنى المواد الغذائية، فقد جعله الله تعالى منذ القدم يحتوي على الفيتامينات ألف باء جيم هاء وبعض الأملاح المعدنية، بالإضافة إلى البروتينات والنشويات والألياف والماء والزيوت والخمائر.
ومن أهم مكوناته مركب الليسين الكبريتي، وهو الذي يعطي الثوم رائحته القوية. يمتنع بعض الناس عن تناول الثوم خوفا من رائحته، فهي قوية ومزعجة، تخرج مع النفس والعرق عند تناوله. وقد نهانا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن إزعاج الآخرين بهذه الرائحة، ولكن لا تمتنعوا عن أكله، فهناك حل لهذه المشكلة. من الممكن التخفيف من رائحته بعد تناوله عن طريق مضغ حبة بن أو هاي أو بعض أوراق المقدونس، أو تناول قطعة من التفاح أو الجوز. ولا تنسوا أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يخفف من جميع الروائح المزعجة. والآن حان وقت معلومة حلى المفيدة، هيا بنا. يفضل عدم تناول الثوم بكثرة لمن يعاني من مشاكل هضمية، ففيه مواد تهيج الأمعاء، ومن الممكن استبداله بتناول كبسولات الثوم الطبية الخالية من المواد المهيجة الموجودة فيه. إن تناول فصين من الثوم يومياً يكفي لتقوية مناعة الجسم. يستعمل الثوم للوقاية من الكثير من الأمراض، فهو بإذن الله تعالى يطهر الأمعاء وينشط إفراز الكبد ويطرد الديدان والطفيليات، كما يستعمل للوقاية من أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وهو علاج لالتهاب القصبات والسعال والسكر والتهاب المفاصل، كما أنه ينشط الذاكرة ويقاوم البكتيريا. ويفيد فركه على فروة الرأس في معالجة تساقط الشعر. ومن الممكن وضعه على الجلد في حال التعرض للسعة نحل، فهو يعقم اللسعة ويخفف الألم. كل يوم أتعلم وأعمل بما تعلمته. الثوم مفيد، ولكن انتبهوا لضرورة التخلص من رائحته بعد تناوله. اسمعوا نصيحتي، نصيحة حلا. إلى اللقاء. ومن نصائح حلا مشاهدينا في كل مكان، تحية خالصة لكم جميعا أوفياءنا داخل وخارج الوطن. الدكتور سعيد اسماعيل حاضر معي في كل صبيحة، حرصه الدائم هكذا على صحة فلتة أكبادنا، ومن ناحية ثانية أسلوب الطرافة معه ولا أروع. الله سبحانه وتعالى يجعل الإيجازيه إن شاء الله يا رب. نحييه مباشرة في هذا الصبيحة السبتية الصحية. صباحك سعيد دكتور، مرحبا بك. يضحك علي اليوم، عندني نفخة في عيني. على الطرافة لكن نسيتي روحك ثانيك. ثانيك لبس بك. المهم صباح الخير عليكم، وصباح الخير لكل مشاهدي القناة والفترة الصباحية هذه. إن شاء الله نوفق إن شاء الله في الحصة هذه. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ما كان نروح للطبيب على عيني؟ نعم. عادي جدا، نغسل بالماء البارد وخلاص. الماء العادي أفلو. نعم، شكرا لك دكتور. جاني الكردوسوني ماشي مليح. طيب شكرا لك دكتور سعيد اسماعيل. صباحك سعيد ومرحبا بك معنا في الصباح. اليوم باذن الله حنتحدثوا عن مشكل او مشاكل الغده الدرقيه بالنسبه لابنائنا وفلذة اكبادنا. نتحدث عن مشكل حقيقي فعلا بالنسبه لهذا الشريحه في المجتمع. اول شيء كتشخيص لهذا النوع من المشاكل والامراض اللي هي متعدده، هرمونيه مناعيه متعلقه بميلاد الطفل اصلا خلقا يعني. فما تقولكم حول قضيه هكذا كتشخيص عام لهذا المشكل؟ شكرا. الموضوع تاع اليوم موضوع نقدر نقول معقد شويه، مش عادي. يعني المصطلحات شويه اللي نقدر نستعملها ممكن يكونوا مصطلحات شويه، لكن ان شاء الله نبسطوها برك. في الحقيقه
كيفاش جاتني الفكره باش ندير هذا الموضوع؟ هي ببساطه انه في اختصاص الطب بعد لو ميديسان جينيراليست كنا الاختصاص. في الاختصاص تاع الطب بالاطفال مرحله تاع 5 سنين هناك ان اكزامان فينال اسميه لو دي ام اس. وبالمناسبه نحيي الطلبه تاعنا اللي جابوا لو دي ام اس، هذا هو الامتحان الاخير في الاختصاص سواء في طب الاطفال ولا في الجراحه، المهم اسميه لو دي ام اس. وجاتني الفكره من هذه، لانه اول سوجي اللي طاح لهم كما يقولوا لو بروميير سوجي اللي طاح لهم هو هذا المشكل، هذا هو لي بوتيرويدي كونجينيتال ان بعد نفسرها. دونك استلهمت الموضوع هذا من هذا الباب هذا. دونك منين نبدا؟ المهم هذه الغده الدرقيه هذه ممكن الناس تاع شويه اللي شويه كبار شويه ممكن يقول لك عنده الكواتر، كلمه زوج يقول لك عنده الكواتر. هذا الشيء المعروف دكتور. نعم عندهم الكواتر، وفي بالتهم لما يكون واحد الكواتر اللي عاش شويه مرحله شويه ما بعد الاستقلال ولا قبل الاستقلال لازم تشوف هذاك الكواتر خارج باش تقول بلي عنده مشكل تاع الكواتر، باش تقول بلي عنده الكواتر، ولا هذا خطا وخطا جدا. المشكل اللي راه نتكلم عليه اليوم هو انه في الاعضاء تاع الجسم، القلب، الريه، الكليه، الكبد، الطحان، البنكرياس، الغده الدرقيه، هو سي ان اورغان عضو وعنده وظيفه. دونك لو كان تشوفي الغده الدرقيه هذه هكذا سواء بالعين المجرده تقول ما عندها والو، لكن الوظيفه تاعها اللي ماهيش مليحه، ولا العكس. هاي نقولوا مثال لي اسهل، وفوايا غان كليه تشوفيها بالعين المجرده تقول هذه لاباس بها، الشكل تاعها لاباس، القنوات مليحه، لكن الوظيفه اللي لازم تادي هذه الكليه دي راهي فاسده. دونك هذه هي المشكله، وهذا هو مكمن الخطر في الغده الدرقيه. الغده الدرقيه هذه الله ربي سبحانه وتتفاصل ما عطاناش حاجه هكذا عبثا ولا عفوي بالعفويه. هي غده صغيره توزن كيلكو غرام هنا تجي في الحقوق، لكن متعلقه بكل اعضاء الجسم. سبحان الله، ما تتمس ما والو. كاين بزاف يقول لك كي كنا طلبه يقول لك ما نحسوش بها، هي تقدر كاين دي زيكزامان تقول زعما تبلع باش تحس هذا، لكن مش هذا لو بوت تاع وجود هذا الغده تاع السوجي تاع اليوم. لان دائما مثل ندير امثال بصح نولي للاختصاص تاعي هو طب الاطفال. نعم هي لو كان نهضر على الغده الدرقيه تقدري تقولي وي هذيك اللي تمد الافرازات لا تيرويد، الناس كاع تعرف لا تيرويد ولا الغده لا هذيك اللي تمد لي زورمون وهذيك. لكن المشكل اكبر من هذه عند الطفل، المشكل اكبر هذه من عند الطفل. معليش نهضر دقيق على لادولت باش نعاود نعرج للطفل، لانه اختصاص كبير 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 في الطفل. حتى المولود الجديد هنا جنسيت على المولود الجديد ومن بعد شويه تعرفي علاش. كاين تقريبا نقولوا ثلاث انواع، نقولوا اربع انواع المشاكل في الغده الدرقيه عند الكبير. سواء عندك الغده الدرقيه هذه راهي تفرز هرمونات بالكثره يسميوها ليبير تيرويدي، راهي تفرز بزاف بزاف بزاف. افراط في الافراز. افراط في الافراز. في الافراز راهي ليبير تيرويدي معروفه، يقول لك هذاك مقلق، هذاك زعفان، هذاك هو الناس كاع تبرد وهو يقول لك لا مانيش حاس بالارنين، جي دي بوفي تشالور. هذا سي ليبير تيرويدي، معناتها الافراط في الافرازات. لا دوزيام باثولوجي العكس، الخمول. تلقاه الناس في سخانه يلبسوا دومي مونش، يقول لك سخانه، هو يلبس المعطف ويقول لك راني بردان. نعم. معناتها رانا الهرمونات راهي ناقصه في الافراز. هذه اسمها الليبوتيرويدي، في نشاطها، نشاط الغده. يعطيك الصحه، نشاطها ويشو يتشوف على الانسان، يكون واضح. يعني يقولوا هذا كبرد القلب، شغل راقدي، يقول لك هذا مخدوم هكذا. لا هذا ممكن واحد يتبع وعلاش. هذه الثانيه حتى بالنسبه للطفل الصغير دكتور. جوستومون دوك نوليو للطفل الصغير. جوستومون حتى الطفل الصغير. طيب لا باثولوجي لا ترويزيام هي هذا من هي مساله تاع قلتيها مقبلات تاع المناعه، مش المناعه معناتها هي سي دي مالادي اوتو ايمون، معناتها لي زونتيكور
اللي لازم هما يحميو علينا هما يوليو ينقلب ضد الانسان يسميوها لي مالادي اوتو اللي مضاده لجسم الانسان مضاده لجسم الانسان يسميوها لي تيرويديت هي التهاب لكن عندها شويه عندها مشوية تمام. عندها اتجاه حوت المناعة اللي يعرفوا اللي يحبوا يتفصلوا في الأمور مثلا مشهورة هي لا تيرويديت دو هاشيموتو هذه اللي أهل الاختصاص اللي يحبوا يتعمقوا تمام دونك الأولى الثانية والثالثة والرابعة هي كما كل أعضاء كاين لي كونسير دو لا تيرويد و سا إكزيست ميم شي لونفون دونك هذه بصفة عامة عند الأدولت نوليو دوك مباشرة إلى الطفل نعاود نقول حتى تدخل في الراس تاع الناس نعم. الطفل هو من صفر الى 15 سنه ولا اكثر نعم لو تابلو كلينيك كيفاش الاعراض دائما تقولي لي كيفاش الاعراض الاعراض عند الوليد الجدد عند الرضيع وعند الطفل مش تماما نفس الاعراض وهذا كيفاش يقولوا ليبوتيرويدي بالعربيه ليبوتيرويدي معناتها مش الافراط خمول خمول الغده الدرقيه نشاط الغده الدرقيه هذه للنداء تاعي الرساله تاعي بعد الحصه هذه هذه هي نعم لانه كما موالف نقول ما عندي اي جوني اوكا ميريت ما عندي حتى كيش يسميه حتى شيء يستاهل يعني ما عندي اي مزيه اني ندير التشخيص عند الطفل لما يكبر خلاص راني بحرت الوقت اذا كان حبيت نوجه رسالة لينا ولا الأطباء ولا الأمهاتيتو نعم. لازم هذه المشكلة تاع الغدة الدرقية نفريو المشكل تاعها في مرحلة الوليد الجديد في مرحلة الوليد الجديد معناتها شهر نقولوا من 0 إلى 28 يوم نقدر نزيدوها شوية سيدي الرضيع الرضيع الصغير مش تاع عامين مش تاع عامين الرضيع الصغير ودوك نقول لك على كل المجهودات تاعنا نعم. لازم تنصب لهذه المشكلة علاش شفين ما هنا قلنا هنا درنا على بوسفاير شوفي الا كان شفيتي نعم. بوسفاير تاع الدراري ما هو مكمن الخطر في البوسفاير تاع البيبي وراه مش هذاك اللي يعدي لو نوفوني لو نوفوني اللي كثير خدرنا اليارقان هذاك تاع النوفوني علاش كنا قلنا طونسيون على لانه عنده متعلق بالدماغ والجهاز العصبي متعلق بالدماغ ديكتير نوكليير نقدر نقول لك الغده الدرقيه هو نفس الشيء شفتي واش جاب الغده الدرقيه المشكل تاع لانه لكن معروف دكتور انه الغده الدرقيه متعلقه مش فقط بالجهاز العصبي او الجهاز الدماغي نهضر على مشكله تاع الغده الدرقيه عند الوليد الجديد عند الوليد الجديد لو كان جات مساله تاع غده درقيه واحد يسخن ولا يبرد ولا خمول ولا ما يهمش اما الوليد الجديد العواقب تاعو مباشره هي عواقب تاع الدماغ مشكل في الدماغ هذوك وبعد يولي تقدر نقول لك معوق ذهنيا نعم. معوق ذهنيا ونقولها ونعاودها التشخيص عند الوليد الجديد لازم مش برك يكون مبكر يقول لك سي اون كورس كونتر لا مونت ما عندنا حق ما عندناش الحق نبحروا وقت ولا نقولوا بعد ولا ما تجيبه لي من على 3 شهور ولا على عام ولا سي اون كورس كونتر لا مونت لازم المشكله نفصل فيها في الشهر الاول ولا على اكثر تقدير في الشهرين بعد الولاده بعد الولاده لو كان جو باس اكوتي ما نديرش التشخيص نقدر نديرو من بعد كيفاش نديرو من بعد لما يكون اعراض باينين علاش قلت لك ما عندي حتى مزيه الا كان شفت الا درت التشخيص بعد ما تكون تفشت الاعراض في الحاله هذه حتى اذا كان فيه الدواء نعطيه الدواء لكن لما يبدا المشاكل تاع الدماغ ال سونت ايريفيرسيبل لا رجوع لا يمكن استدراكها بشكل طبيعي او عادي طيب دكتور لما نتحدثوا عن هذا الطفل يمكن ان نكتشفوا هذا المشكل نتاع الغده الدرقيه ولا خمولها او الافراط في نشاطها خلال المراحل هكذا جد متقدمه او انه يعني هذا هو الاختصاص تاعنا هذا هو يعني لما ينزاد الطفل لازم يكون فيه لما الطفل ما يزيد كاع دي فوا طيب تمام. المهم هذا اشوف طب الاطفال حساس طب الاطفال حساس لان نعم. عندنا مسؤوليه كبيره لانه الصغير هو رجل الغد اذا كان فرط فيه في الصغر نعطيه الاطباء تاع الطب الداخلي نعطيه له عنصر مريض نعم. سي بور سا الدعوه حساسه كثير 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 مانيش عارف عندي برك نغمارك عندي ملاحظه برك اذا كان قبل ما نجاوبك بالضبط على السؤال هذا عندي ملاحظه لو كنت تصفحوا في دوماج لا بروشين فون نجيب معايا كل يوم دفتر صحي لو كنت تصفحوا الدفتر الصحي نعم تاع وين كاين لي فاكسان وين كاين لي فاكسان في الصفحه الثانيه
كاين عنصرين مكتوبه ديبيستاج دو ليبوتيرويدي. ما معناتها ديبيستاج؟ ديبيستاج معناتها في الحقيقه لا لا لا، لما يزيد الطفل كل الاطفال في الحقيقه في الجزائر لما يزيدوا نديروا له لو ديبيستاج دو ليبوتيرويدي، كانه مثلا كما هذوك اللي يديروا حملات تاع الديابيت يقعدوا يديروا السكر للناس بالك كاش ما يكتشفوا واحد. لو ديبيستاج هذا تاع ليبوتيرويدي في الحقيقه لازم يكون معمم لجميع المواليد الجدد لجميع. دكتور نعود نرجع لهذه النقطه نعم. لانه مهمه جدا وهي فيها ثقافه ايضا للام اللي نعم. تلد طبعا، ويكون لازم على الاقل نعرفوا هذه الامور ابسطها يعني. معنا اول متصله الاخت منال من عنابه. منال السلام عليكم، اهلا بك وبكل سكنبونا. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك اختي وبكل سكنبونا، سعيده جدا بسمع صوتك، مرحبا بك اختي. عايش. عندي سؤال فقط للدكتور، تفضلي تفضلي اذا ممكن، يعني ماهوش في الموضوع تاع اليوم. اي نعم تفضلي تفضلي اختي. صباح الخير دكتور. صباح الخير. دكتور عندي بنتي عندها 6 شهور. الله يبارك. ملي بات 4 شهور هي مريضه ديما بلا غريب، ما حبتش كاع ترتاح لي. ايه. تسمى كمان نحسنها في دارها والكحه ما كانش، مي ليفها ديما مغلوق. ما لقيتش واش ندير تسمى ليفها بعد هكذا ديما مغلوق. مدام اسك الطبيب قال لك دارت دي برونكيوليت، اسك دارت دي برونكيوليت تصفر؟ ولا ما سمعتش مليح. اسكو دار تتصفر؟ اسكو دارها يصفر؟ لا لا ماهوش يصفر. خاطرش لو دياغنوستيك تاع لا غريب عند الطفل ما لازمش واحد يحطوا هكذا برك لا غريب، ما لازمش نديروا تشخيص تاع لا غريب عند الطفل بسهوله، كاين بزاف انواع تاع المشاكل هذو لي زانفيكسيون تاع لي بومون اللي ماهوش هما لا غريب. ممكن سيتي برونكيوليت كي ترضعيه من صدرك ولا لا ترضعيها من صدرك؟ انا نرضعها من صدري وعندي 15 يوم قلت لها دي برون ما فيهاش الحليب. وزنتيها كان لاباس بها؟ كانت 4 اشهر و6 كيلو و 700. ايه راهي هايله، وعلاش تزيدي لها مال البيبرون؟ لا لا ومن بعد شيانت لي. وين شيانت لك؟ ما شيانتش. الطبيبه اللي قالت لي زيدي لها البيبرون. لا لا ما شيانت لك. لا 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 انا نجزم باللي ما شيانتش. وشحال شحال دكا راهي عندها 5 كي دارت 5 شهور و 10 ايام. شحال؟ شوفي مدام مانيش نسمع مليح، راهي نوزا بيرتوربي الطفله هذه. شوفي مدام المهم اذا كان ما دارتش لا برونكيوليت، خاطرش لا برونكيوليت عندنا ان كود، عندنا القانون تاعنا كيفاش نمشيوه. اما اذا جاوبوها بعد ان ندعوها الاخت. طيب اختي منال شكرا لك على اتصالك، بقاي في المتابعه حيجاوبك الدكتور سعيد اسماعيل. جاوبوها مباشره الدكتور. قول لها ما كان لا تقلقي سي نورمال. على بالك لو بيبي محمي محمي من عند لي زونتيكور دو لا مامون لي سي بروميي موا. نعم. قد ما يمشي شهر زوج ثلاثه اربعه لي زونتيكور تاع لا مامون يبداو ينقصوا. وهو يبدا يدير المناعه تاعو، بصح المناعه تاعو ماهيش ناضجه كيما المناعه تاع الام. طبعا. هذه المرحله الانتقاليه هذه، هذا نيفو، هذا يسعل، هذا الاخر، ما كان حتى مشكل، يفو جوست جيري سا. يفو جيري، لازم كيفاش المرحله هذه تعرف كيفاش تسيرها، بصح ما كان لا ننصحها غير بلو سيروم صالي وبس. لو سيروم صالي. طيب تمام، ان شاء الله تكون وصلت الرساله. نعاودوا نرجعوا لذات النقطه دكتور سعيد نعم. اسماعيل. كنت حبيت نفتح قوس مهم. قلنا في الدفتر الصحي في الحقيقه كاين ديبيستاج سيستم. واش معناتها ديبيستاج بالعربيه؟ معناتها نديروا لي مريض ولا ماشي مريض نحوس عليه، انا نحوس على المرض. ما يجينيش الاعراض. كشف مبكر. كشف مبكر. لا لا عنده ولا ما عندوش انا نحوس عليه. كيما الديابيت. كاين 100 ندير لهم 100 لا غليسيمي، ممكن نلقى واحد عنده ديابيت 99 لاباس بهم الحمد لله، وهذا كنا نداوي. المهم مالوغوزمون هذه كنا نديروها في المصلحه تاعنا، كنا نديروها في التسعينات لما كنت اتيديون. المهم دونك اول حاجه نديروها مثلا ما نقدروش نديرو هذا التعميم تاع لو ديبيستاج، ما نديروش تعميم كاع للناس نقص الامكانيات ومانيش عارف واش، لكن على الاقل اي حاجه انا نسمع غير نسمع حس اي حاجه عند الام في لاتيرويد تقول لك كان قالوا لي طبيب واقيلا عندك لاتيرويد واقيلا عندها يعني بشكل وراثي قصدك دكتور؟ لا لا مش وراثي. ايه بالنسبه للام يعني ينتقل الى الابن كونجينيتال كونجينيتال معناتها لا مامون تنقل الى ابنها. اي حاجه متعلقه بالغده الدرقيه سواء هذوك الاربعه هذوك اللي قلتهم اي حاجه ما كان لازم سيستيماتيكمون نديروا ديبيستاج عند لو بيبي. وقتاش نديروا هذا الديبيستاج؟ معليش راني نخلط شويه بصح بعد نرتبوا الامور. وقتاش نديروا هذا الديبيستاج؟ استنى لازم نديروه بعد 5 ايام بعد الولاده.
كاش هذه ومن بعد حتى ندير اسبوع حتى ندير تحليل دكتور؟ تحليل هي سيتون سوا سيتون بريز دو سان كيما كيما ياخذوها في مستشفياتنا بدون طلب الاب في كل المخابر في كل المخابر. طيب لازم يديروا التعيير. علاش تقولي لي علاش خمس ايام؟ لانه الخمس ايام الاولين لو كنت ديري هذا التعيير تلقاي لي زورمون تاع لا مامون، معناتها دركا لازم نستناو حتى لي زورمون تاع لا مامون تقريبا ينسحبوا باش لما ديري التعيير تلقاي لي زورمون تاع لو بيبي. سي بور سا ما نديروهاش لا نهار الاول لا نهار الثاني لا نهار الثالث لا نهار الرابع، من خمس ايام الفوق. هذا سيستيماتيكمون اي حاجه عندها لا مامون لازم لو بيبي لازم من. وعلاش رانا نركز على واسمو لا بريز دو سون هذا؟ لانه دوك نقول لك بعض الاعراض، لكن لازم يكون عندك ثقافه صحيه كبيره واسعه باش الام تجيبه لك على هذه. لو كان نعطيك حاجه ممكن نصدمك شويه. اول دوك بالك الناس النساء برك ما يفهموهاش، اول عرض عند الطفل تقول لك مثلا يجي لعندي يقول لها مدام وليدك يرقد مليح، تقول لي والله الحمد لله، تقول لي يرقد طول الليل، لو كان ما نوضوش باش يرضع ما ينوضش، هذا علامه اتونسيون. تقول لك هي واقيلا ساعدتها باش ترقد الام. نعم. لكن هذه اول خطر لانه عرض الخمول اللي يسمع مليح للحوار. اول تقول لك طول الليل يرقد، لو كان يرقد طول الليل ما يعيط ما يريكلامي البيبرون تاعو ما وكذا منه، هذا مشكله. نعم. مشكله يعني نهضر على خاطر الشهر الاول باسكو لو بيبي لازم يرضع على الاقل بلا حساب يا اخي لو برومي اكيد 8 خطرات ينوض على الفجر على 12 يرضع برك. هذا اول ناقوس الخطر. نعم دكتور فيه معنا متصله، نعاود نرجع سامحني فقط. الاخت رميسة من الشرق من باتنا، السلام عليكم اختي. وعليكم السلام الاخت سعاد، اهلا بك وبكل سكان اوراسنا الاشم، تحيه خالصه لكم، اهلا بك تفضلي. بارك الله فيك بك وعلى فضلك نهضر مع الدكتور. في الخدمه تفضلي اختي تفضلي. الو السلام عليكم دكتور. سلام سلام ورحمه، صباح الخير. فضلك دكتور عندي سؤال، باسكو عندي بنتي في عمرها 7 شهور دارت لي ان كونفيكسيون فيبري. داكور. وبرك بغيت نفهم اسكو هذا لا كونفيكسيون تعاود ترجع ولا لا؟ لا درنا لها لو بيلون، درنا لها كلش، كل شيء خرج نيجاتيف. السبه هي اون غينون فارانجيت. مدام باينه على حسب كلامك هذه الاولى تاعك. وي راني فريمون انكيتي والله يا دكتور. شوفي مدام غير ما تكسريش راسك، ما تخافي ما والو، ليسونسيال لو كان زيد تبعتي على درنا زوج حصص على لي كونفيكسيون فيبريل. نعم. داروا لك الماء هذاك، نحاول لك الماء من ظهر البيبي تاعك نحاولوا. وي داروا لها، داروا لها لابيال، داروا لها لو بيلون. واش تخدمي مدام؟ واش تخدمي انت؟ فام فاي يعني كنت اتيديونت اون بيولوجي ودوكا راني فام فاي. هذيك هي ما باينه على حسب النبره تاعك باللي قريتي كومان. المهم شوفي سمعي مليح واش راح نقول لك. اولا ما تخميش كاع على البيبي تاعك، هذه وحده. هذه سميوها لي كون، هذه يقولوا لها بالفرنسيه لي كونفيكسيون فيبريل سامبل. يجيو على بالك درت حصه على هذه وفهمتها مليح، معليش نعطي شويه دقيقه معاها. في بالك مليح لو كان كونفيسا بالحمى ولا مليح بلا حمى في بالك؟ والله يا ان فيافغ بصح كانت شغلي. اسمعيني مليح، لا تخيري ان بيبي يكونفيسي بالحمى ولا تخيري واحد بلا حمى، واش تخيري انت؟ بالحمى افضل بيان سور، هذه وحده. تحبي البيبي تاعك يكونفيسي ب 40 ولا ب 38؟ ب 40 والله 40 هي اللي شويه مخيفه. اي بس سي فو، شتي كيفاه؟ ب 40 هو ستان بون سيني. يل فو ميو البيبي كونفيسي ب 40 ولا كونفيسي ب 38؟ كنا درنا عدد من الاعداد. نعم. تحدثنا. نعم. عن النقطه هذه سميوها دي كونفيسيون فيبريل. وباش نروحوا مباشره للسؤال تاعك، تقدر تجي صح لو بيبي كيما راكي تسمعيني؟ وي ما وي دكتور. عنده الحق يدير 3 خطرات دي كونفيسيون فيبريل بين حتى العام 3 سنين تقريبا، وكان يقولوا حتى ال5 سنين عنده الحق، معناتها لو كان يعاودها من على 18 شهر ويزيد يعاودها على 24 شهر ما تخافيش. نفس المشكله ما يكون عنده اعاقه، ما يكون عنده عاهه، ما يكون والو، هذه يقولوا لها بالفرنسيه سي دي كونفيسيون فيبريل سامبل. دونك حتى اذا كان عاود ولات لك من على 6 شهور ولا 4 ما تخافيش عليه. المهم يقدر يدير 3 خطرات بين 0 الى 3 ولا 5 سنين. الدكتور لازم نديرو لها اوجي ولا ديري واش تحبي؟ ما تلقاي والو. نعم ديري لوجي، ديري لي ار ام، ديري سكان. انا نكون هنايا ما ندير لك والو، ديجا ما لازمش نديرو لوجي. فوالا لوجي ما نديروش.
نعم، ان شاء الله تكون استفدتي اختي. ما تخافيش، صحة والراحة على البنت ان شاء الله يا رب. شكرا دكتور، بارك الله فيكم. شكرا، شكرا ميسا، شكرا دكتور. هكذا في عجاله الوقت فعلا داهمنا، كلمه ختاميه هكذا. اذا حبيت نرجع لهذا الموضوع العدد المقبل لكان اكثر تشعب. طيب نادي الجمهور انه راح نرجع ان شاء الله لذات الموضوع على السبت المقبل. طيب الخمول هذا اللي كنت تهضري له على عبد الكبير، تمام. الخمول هذا ما كيفاش البيبي تاع الشهر كيفاش تقولي الخمول؟ الخمول هو هذا، هو ما يربحش يرقد على طول، على طول. ولو كان واحد يدير واش القارن بين الحلقات اللي نديرها انيكتير بيرسيستون، واحد اللي عنده بوسفاير اكثر من 14 يوم. نعم سي بورسا قلت لك لازم شويه دقه. واحد اللي عنده بوسفاير اكثر من 14 يوم وهو بوسفاير، نعم، هذه بلا ما نحوسوا نفهموا لازم نديروا له التعيير تاع ليبوتيرويدي. علاش قلت لك هذوك اللي يقولوا لك هذا يجيبوا كاع دراري، هذا كيجيب واحد دراري، حتى نعشوا في لابوتيرويدي ونعشوا في المشاكل تاع المخ. دونك هذه هي تقريبا، والمره الجايه نعاودوا ان شاء الله راح نفصلوا العدد المقبل. شكرا لك دكتور سعيد اسماعيل، لانه فعلا دهمنا الوقت. نلقاك باذن الله السبت المقبل. جزاك الله كل خير على كل شيء تفضلت به. مشاهدي الافاضل، فقرتنا التاليه فقره سبحان الله من توقيع الزميله شهرزاد ينون. متابعه طيبه ونعود باذن الله. الأزمات القلبية من أبرز مسببات الوفيات حول العالم. كل 10 دقائق يموت شخص بسبب الأزمة القلبية التي لم تعد مقتصرة على فئة كبار السن، حيث تشير الإحصائيات إلى زيادة هائلة في عدد حالات السكتة القلبية بين من هم دون 50 عاما. دركا رانا نشوفو دي جون دو بلوز اون بلوز جون اللي يديرونا أزمات قلبية، وهذا راجع للنظام الحياة تاع الناس، من بينها التدخين. دونك دركا اون فوا دي جون كي كومونس افيمي دو بلوز اون بلو جون، واش حيمد لهم باغ اكزومبل سي كومونس افيمي الاج دو 15 ans حيدير لي ازمه قلبيه في الاج دو 35 ans. ككل الامراض العضويه للازمه القلبيه اعراض ومؤشرات تدل على ان صاحبها مهدد بازمه قلبيه في اي لحظه، على من ظهرت عليه ألا يتأخر في زيارة الطبيب. اون جينيرال قبل ما نلحقوا الأزمة القلبية كاين سكون ابل لونغور ستابل. الأعراض تاعو شنو؟ سي الإنسان يبدا يحس إن دولور، بصح هذا الألم حيكون في كي يدير مجهود، ما يكونش ألم أو روبو هكذا الإنسان قاعد حتى يحكمه الألم. لا لا، سي الإنسان يبدا كي يدير مجهود، باغ إكزومبل الإنسان كيبدا يمشي يطلع لي زيسكاليي، بروميير إيتاج، دوزيام إيتاج، يبدا يحس ألم في صدره هنا، أون ميديو توراسيك، سكون ابل إن دولور ريترو سترنال. هنا الالم هذا يقدر يطلع لا ماشوار، الفك للفك، يقدر يمشي لليد اليمنى. دونك هذا الالم دون ان بروميير طون حيبدا في المجهود، كيدير الانسان ان افور سوا كي يمشي، يمشي بزاف ولا كيدير سبور ولا كيطلع لي زيسكالي. باغ لا سويت قد ما الحاله تاعو الفا ساغرافي، قد ما الالم هذا يفا ديفنيغ بور دي افور دو موان اون موان امبورطون، حتى نلحقوا لا دولور دو روبو. لهنا لا دولور دو روبو اللي اون جينيرال نلحقوا بها الازمه القلبيه. نمط الحياه الذي بات اكثر تعقيدا والضغوطات اليوميه ناهيك عن النظام الغذائي، كلها مسببات لاستشراء هذا الداء لدى شرائح مختلفه من المجتمع. هذه نتيجة لضغوطات اجتماعية، نتيجة لظروف اجتماعية يعني يعيشها القاهرة يعيشها الشباب. عنده وعي ولكن في بعض المرات أو في كثير من المرات يتجاهلها، فهم نظرا لهذه الضغوطات. يقول مثلا التدخين مضر للصحة، تلقى هو على باب المضر للصحة، حتى كي يشيل العلبة فيه يعني التدخين مضر بالصحة، ولكن يستهلك سيجارة هذيك وحتى أنه يمرض يعاود يعني توقف عليها أيام، ينقطع التدخين عاد يرجع له يعني. لا بلي بار قاتبهم أكوزي تاع الدخان والتدخين والطباجيزم كيما هادو، لا بلي بار ديجا رانا عايشين في لافيل كيعرف الغازات والتلوث بلا ما نحكي لك، هذه هي. والناس على كل حال بكري علاش كانوا صحاح؟ باسكو الحليب نتاع البقره يشربوه ناتيرال، ماشي هذا نتاع الشكايرو نتاع القبره، ولا اللحم ياكلوه ناتيرال ماشي كونجلي كيما راه. ولا على كل حال الشراظ البطاطا كل شيء اللي خلقه رب العالمين ناتيرال، طوماطيش كل حاجه اللي خلقها رب العالمين من البحيره الماء من البير ناتيرال. ايوا درك راه كلشي برودوي شيميك، كيف تحبي الناس ما تمرش. هاد لي زاري كاردياك راهي دايره حاله،
نقدر نقولوا ولا دركاتك في الجزائر كيما في العالم، تصيب الانسان غير كيما ها واحد غير كيما هنايا طاح في ميسوني اري كاردياك هو مدير. علاه؟ لان الضغط بزاف. وانا نقول لك الحقيقه، انا الضغط هذا كنت شايفه عندي قريب 30 سنه. الانسان هذا الضغط هذا من يهرب له بذكر الله، والله العظيم الانسان كي يذكر ربي غير يصرح له، كان ما يذكرش ربي هذا الا بذكر الله تطمئن القلوب. سببين رئيسيين للازمه القلبيه تاعنا عندنا التدخين وداء السكري. وكاين امراض اخرى من بينها سكون ابل لي فاكتور دو ريسك كارديو فاسكولير، عندنا مرض الهايبرتونسيون ارتيريال دونك ارتفاع ضغط الدم. وكما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج، فليس أفضل من أن يقي الإنسان نفسه من أن يقع في براثن الأمراض باتباع عادات غذائية سليمة والابتعاد قدر المستطاع عن مسببات المرض. صح حبيبتي ابتسام، أشير وأنوه للشيء اللي تقوليه في هذا الخاتمة، فعلا الاحتياط واجب علينا جميعا في كل الأمور اللي تعنى بصحتنا اليومية جميعا. وأكيد في هذا الصبيحة مشاهدي الأفاضل هناك حيز في صبيحة هذا اليوم السبتي والصحية للنساء، سنتحدث عن آلام الدورة الشهرية، عن مسببات ذلك وعن طرق احتواء هذا الوضع بالنسبة للنساء سواء متزوجات او غير متزوجات. باسمكم جميعا ارحب كثيرا بالبروفيسور خوجة رسيم اخصائي طب النساء والتوليد، الحاضر واياكم في كل صبيحه يوم سبت. السلام عليكم بروفيسور. وعليكم السلام ورحمه الله، والسلام على مشاهدات ومشاهدين قناه ضحى القناه. اهلا بك بروفيسور، نورتنا دائما. اليوم باذن الله نتحدث عن الام الدوره الشهريه. هذا المشكل اللي تعاني منه شريحه كبيره جدا 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 من النساء سواء متزوجه أو غير متزوجة، المتزوجة اللي أكيد عندها أبناء أو غير المتزوجة، فقد تختلف وتتفاوت ربما درجة هذا الألم، ولكن الألم واجب حضوره، خاصة قبل يومين قبل حضور هذا الدورة، وأمر عادي ليس كذلك دكتور؟ فهل لكم أن تشخصوا ربما أهم الأسباب ديال هذا الشيء؟ نعم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عليه الصلاة والسلام. الدورة الشهرية هي حالة طبيعية فيزيولوجية عادية. فيزيولوجية باش تكون دورة شهرية لازم يكون جهاز تناسلي تاع امرأة لازم يكون عادي، صادير ما يكونش متشوه. وكان يكون متشوه يكون فيه اختلال. وكاين عندها دور تاع الهرمونات، النساء كاين هرمونات. لازم يكون توازن هرموني لايق باش هذه تكون الدورة الشهرية تكون عادية. وهاد الهرمونات عندهم دور تاع بطانة الرحم، كي ما يكونش حمل هذيك البطانة الرحم اللي تكونت وتركبت اثناء هذا الدورة هذه لو سيكل منسكويال، هذه بطانة الرحم كي ما يكونش بيبي يجي يلحق ايبا تعاود تنحى، كيما نقولوا واحد كل ما يجي يرقد نديروا له دغا وهذاك لوندوما باش نجي الدغا هذاك عاود يتنحى. باش يتنحى هذه البطانة لازم هذه الهرمونات ينصفوا ينقصوا. وكاين وإفرازات على الرحم، إفرازات الرحم يعمل تقلصات. الرحم لوتيروس يعمل لي كونتراكسيون يوتيرين، يعمل تقلصات، وهذو التقلصات هما يخلوا هذه بطانة الرحم تنحى في يومين ولا ثلاث أيام تنحى بطانة الرحم. هذه حاجة فيزيولوجية نورمال. نورمالمون كي قلت لي المرأة يكون عندها ألم كاين تقلصات من الإنسان ما يحسهمش، كاين دي كونتراكسيون يوتيرين كيما لي كونتراكسيون تاع الزيادة. المرأة تحسهم، يعني كاين دي كونتراكسيون تاع العادة الشهرية ما تحسهمش. بعض الحالات فيزيولوجية المرأة تحسهم ما بين ما وراء سن الرهاقة، صديق لادوليسانت المراهقة وما قبل سن الياس. ما قبل سن الياس الهرمونات ينقصوا وكان شوية اضطرابات ينجموا يكونوا ألم بألم صغير، صديق ألم ما يحسوش. الألم في الدورة الشهرية صح ماشي مشكل كبير. مشكل ينشاف عند 50 80% عند النساء، صدير 8 نساء على 10 يجي يكون عندهم الم، ما يكون عندهم الم بسيط، صدير ما يكونش الم كبير. 5 الى 15% هذو النساء اللي عندهم الم، 15% يكون عندهم الم واعر. هذاك الالم اللي يكون صعيب بزاف ينجم يخليهم يديروا الغيابات، صدير يكون طفره تحت تقرا. نعم. كل دورة شهرية يومين ثلاث أيام ما تروحش تقرا،
ولا كانت ام كانت تعمل ولا مرأة تعمل، يبقى في الدوره الشهريه كاين نهار ولا يومين ولا ثلاث ايام هذيك البنت ولا هذيك الاخرى ما تقدرش راح تعمل، كاين الم كبير. في بعض الحالات هذا الالم هذا يتكون معاه بليزيوغ سين سكون ابيل ان سيندروم، علامات علامات ماشي غير الالم، هو يكون الم اتيب دو كرومب، تحس البطن تاعها جهاز تقلص الأسفل يكون فيه، تكون لا كونتراكسيون يوتيري كيما تكون عضله تتربط تنقبض تنقبض وما تتريحش، باسكو كاين عضله تنقبض وتريح تنقبض وتريح، مي هذا كل ما تنقبض ما تريح حتى العضله هي تولي تسوفري، سي الدم ما يمشي لهاش تولي يعطيها الم كبير. الم شديد. وكاين دي فوا هذا الالم الكبير هذا قلت لك كاين 5% من النساء اللي عندهم ينجم يكون عندهم ان سيندروم اسوسي سكون ابيل لو سيندروم بريمونسترول، ينجم عندكم دي سين. كل ما تجي العاده الشهريه ماشي غير الالم اللي يكون عندها، ما يكون عندها ان تخوب دو لومور، تكون هي ما تكونش مليح، هي بصفتها النفس تاعها لو كوتي بسيكولوجيك يكون اتي، حتى تولي تخاف جهه الدوره الشهريه، يكون عندها ان سانسوم دو بور، باش كل غدا شهريه يا اما حتجيني العاده الشهريه تولي يكون عندها خوف، يكون عندها سكون ابيل لو سيندروم بريمونسويل، حتى ينجم لو سيندروم بريمونسويل يروح لا ديبرسيون. تعرفي يكون حتى تقولي يكون جهاز عندها تداعيات سيكولوجيه مهمه. ايماجيني هاد التاثرات هادو اللي كنا من الدوره الشهريه عاديه ولينا دوره شهريه ويكون عندها اضطرابات، اضطرابات نفسانيه بسيكولوجيه، اضطرابات سادير المراه هذه تولي تخاف تخاف اي لا دوزيام بارتي دو سيكل، تخاف غير تبدا هذيك السمانه تريح بعد يبداو لها لي سين، يبداو لها لي سين حتى ما تلقاش روحها في 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 هذا المجتمع. هذه بصفه عامه. علاه ندرسوا اليوم؟ علاه ندرسوا اليوم؟ باسكو كاين امراض، كاين امراض نجمو نفقدوها باسكو هذه الالم في الدوره الشهريه ينجم تقولنا بالكو هاد الطفله ولا هاد الناس هذو ينجم يكون عندهم امراض. ينجم عندهم امراض لازم نديروا الوقايه تاع المرض هذا، لازم كيف نشخصوهم باسكو ما يبانوش دوك الامراض، بالامراض راح يبانوا بايزوم كي تكون 20 سنه، كي تكون 30 سنه، كي تكون 40 سنه، يبداو امراض يتراكموا وهذوك الامراض يؤدوا مشكله في صدير في الجهاز التناسلي، أيوة. الجهاز التناسلي. نعرفوا الالم في الدوره الشهريه ينجم يكون بريمير، مش معناتها بريمير، صدير ملي تبدا الدوره الشهريه هو عندها الالم. ونعرفوا بس من وحده صغيره وهذيك كي تجم تكون بريمير تنجم تروح لها اون فوا تقول لها كي تزوج يروح لك، ولا كي تولدي تروح لك هذا الالم، صح؟ سكون ابيل لا ديسمينوغي اسونسيال، صدير هذه عندها الم، عندها الجهاز التناسلي تاعها، وكي يخرج الدم هذا كيخرج السيلان يخرج بصفه بصعبه سكون ابيل لا ديسمينوغي، يخرج بصعبه ويعطيها الم حتى كي تريح، اون فوا المراه هذه تزيد ولا اون فوا تزيد يتنحل الالم. تقول خلاص ولي عاديه ما عندهاش مرض، ما عندها حاله فيزيولوجيه اللي صرا لها احتاجت الى هذا الالم او ادت الى هذا الالم. ادت الى هذا الالم، طيب. وهذا الالم كان يكون تنجم تحمله، مي دي فوا ما تحملوش، انا لاحقين وقتاش ما تحمله. وكاين دي فوا الم المراه تكون عاديه نورمال كي تلحق 40 سنه، اذا تقول لك انا ما كانوش عند الصبر تاع لي غاكل ديالي او ديبي، مي تلحقت 40 سنه صح كيفاش تفك الصفر هذه تبدا لا ديسمينوغي سكوندير، هذا تقول لا اتونسيون هذه المراه هذه لازم تروح في الحاله الاولانيه نجمو نروحو نشخصو بصفه عامه، مي في الحاله الثانيه لازم، ولكن عندها ديسمينوغي سكوندير عندها عالم ما كانش عندها الم من قبل وكان عندها ألم مرمر وولدت حتى الربعينات، إبا كان اضطرابات، أنا قلت لك الدورة الشهرية فيها اضطرابات الهرمونية، وكاين واحد إفرازات تاع الرحم يسقولوا لي بروستاغلاندين، لي بروستاغلاندين هذو هما اللي يعملوا التقلصات تاع الرحم ويعملوا شغل التهابات، التهابات في الجهاز التناسلي، شغل الانفلاماسيون تاع لو بلفيس. الالم نجمو نشرحو بثلاث حوايج، وبيان نقص الهرمونات، وبيان كثره لي بروستاغلاندين، وبيان كاين لو سيندروم انفلاماتوار تاع لي كي يكون بروستاغلاندين كاين هذو الالتهابات، وهذو الالتهابات تعطي الالم. سي بور سا بزاف الناس يقولوا اه ولا غير خديت باغ اكزومبل نسيت واحد الادويه تقول فولتارين، خديت فولتارين تكالبيت،
خذات ميديكامون تاع الالتهاب. وش رايك دكتور في هذه المسكنات اللي ناخذوهم هكذا بشكل؟ لا انا نحكي باش كان مضاعفات، لانه فعلا مشكل كبير كان مضاعفات دكتور، ناخذوهم بشكل عشوائي هكذا. ايه هذوك كان مضاعف، ولو كان بايزوم ناخذو خطره ولا ان كومبريمي ولا نهار الاولاني ولا معليش، هذاك معليش هذاك ما نهضروش عليه. مي لو كان ناخذو اللي قلت لك النساء هذو اللي عندهم ثلاث ايام اربع ايام دي فوا 10 ايام في الالم وياخذوا صباح وعشيه وما دولي ياخذوا من بزاف حتى تحوس هذيك لا فاز داكالمي تعاود تاخذ، هذا لا كان مضاعف. احنا نرجعوا لهذه النقطة اللي كان سمحت لي فقط بروفيسور. معنا الأخت فتيحة من وهران. فتيحة السلام عليكم. بخير كيفكم غاية؟ والله في نعمة لما نسمع صوتك، أهلا بك وبكل سكان الغرب الجزائرية، أحبابنا كلهم في الغرب إن شاء الله. الله يسلمك خوتي. تفضلي بزاف بروفيسور. الله يسلمك. نشكركم أنتم ثاني على هذه الحصة. شكرا، شكرا لك على وفائك أختي، مرحبا. بغيت نسقسي برك. تفضلي. شوف أنا عندي اللي غايب، ما تجينيش ديريكت. كيفاش؟ زعما شربت لها دواء وكل شيء صح، ما تجينيش ديريكت. أنا فهمت. خمس أيام. إيه. باه عاد كتجيني. نعم. هكا تشوف تبلوكي لي غير ما تصحب التيزانة ولا حاجة ولا حتى الخامس ولا شهر ناخذ بها تجيني. إيه. برك باغي نسقسيك أسكو هذه نورمال ونحسب كيفاه نحسب، نحسب من النهار اللي فيها طاشي ولا النهار اللي تجيني ديريكت. نجاوبك توك نجاوبك. واه. تمام. ومعك سؤال واحد آخر؟ نعم. تفضلي تفضلي. وبغيت نشوف اسكو التشوه يديروا الاذهان ولا لا؟ تشوه تام انت تاع الرحم؟ الحيوان النووي، حيوان النووي. ايه حيوان النووي، نجاوب. واه واه طيب واه، ربي يخليك ان شاء الله. شكرا شكرا فتيحه، شكرا على اتصالك. شكرا. شو السؤال تاع اخت فتيحه؟ يلم هكذا يلم عديد الامور، عديد الامور. وهذا المشكل تاع الدوره الشهريه. تقول لك بايزوم عندي اضطرابات، عندي سيلين قبل ما الدوره الشهريه، يجب يكون عندها مشكله هرمونيه. هذه علاش قلت لك الهرمونات، وهي عندها مشكله هرمونيه. وثانيا قلت كيكون يجم يكون بايزوم كاين افرازات تاع لي بروستاغلاندين، هادو افرازات بالكثره هما اللي يمدوا الادم، ماشي الهرمونات، الهرمونات ملاح وافرازات. نجاوبوا الاخت عندها ينجم ما سقسيتش على في عمرها ولا كان العمر كانت زوجة او مش مزوجة، معليش يكون بايزوم 35 40 سنه. ينجم يكون مثلا الاضطرابات في الدوره الشهريه. يكون هذا سيلين، ماشي سيلين، احنا نقولهم شغل دي سبوتينغ، شغول دي بوتيت تاش، قطرات يجوا قطرات حتى تجي نهار الدوره، هي تحسن من نهار الدوره الشهريه. انا كيجيو لي غيكر هذه نجمو نعطيو لها ادويه. هذه علامه سلبيه دكتور؟ لا هذه علامه تاع اضطرابات هرمونيه. طيب هرمونيه. طيب. هرمون هذا نجم يعطيها الطبيب، يعطيها لا بروجيستيرون لي بروجيستاتيف، يعطيها هذه الادويه تاخذهم 16 25 يوم، ولا تكون ولا عندها ولا تاخذ ادويه تاع منع الحمل الحمل بايزون، تاخذ اون بيلول وعندها لي ميم سين، يبقى يعود يتوازن، يحكم لا بيلول هذا يقرا واش فيها هرمونات، توازن ديال الهرمونات ويبدل لها الهرمونات تاعها. طيب هذه لا. طيب. السؤال الثاني اسكو العلامات، اسكو الخلايا المناويه المتشوهه تعمل اجهاد؟ نعم الخلايا المناويه المتشوهه تعمل اجهاد، ويكون اجهاد متكرر، ينجم يكون اجهاد متكرر، بالتالي نداويو هذه الخلايا المناويه. طيب بروفيسور نعاودوا نرجعوا لذات النقطه اللي كنا نتحدثوا فيها قبل قليل عن اهم الاسباب، وكنا تحدثنا عن الاسباب. الاسباب لازم نصنفوا لا ديسمينوري، المراه اللي جاتها اول خطره ولا العاده الشهريه بسطر، المراه اللي جاتها من بعد من بعد ما ولدت. اول ما خطرت جينيرالمون تروح عند الطبيب، لازم يكون فحوصات، تروح عند الطبيب. الطبيب يعمل فحوصات بصفه عامه ويعمل ايكوغرافيا، يدرس نوعيه الجهاز التناسلي، سادير لاناتومي تاع الجهاز التناسلي، يشوف الوالده. نحوسوا ولا ما كاينش تشوهات. تشوهات خلقيه تاع الوالده، تنجم تكون نص والده، تنجم تكون البكره مغلوقه، والمراه عندها كل شهر عندها سالي دولور. تنجم تكون الجهاز التناسلي المهبل مغلوق، عندها والده عندها نورمال، من الجهاز مغلوق تشوه. ينجم يعمل هذا الشيء، ينجم تكون نص والده، ينجم تكون نص والده مغلوقه او والده واحده اخرى اي وحدها، وتعمل تفرز الهرمونات. وهذه كيشوف تشوهات لازم لها ومن بعد عملية جراحية، لازم تكون عملية جراحية لتسقم هاد التشوهات، ومن بعد ينفو نسقموا العملية الجراحية التشوهات، كل حاجة تكون مايورة نتاع الوتر. ثانيا ينجم يكون ما لقى والو، ومي بصح دائما كل حاجة الشهرية سطر 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 سطر، لهنا يضطر الطبيب يعمل عملية بالمنظار. بالمنظار يدخل يشوف
يحوس على هجرة بطانة الرحم. دوك هجرة بطانة الرحم هذه علاه؟ علاه؟ باسكو هذه تنجم تؤدي الى العقم وتؤدي الى الالم المتزامن، صديق لا تولي فين كونيك، تولي عندها ماشي غير الدوره في الدوره الشهريه، عندها الم طول الزمان. هذه لا لازم نحوسوها. بكري كنا نديروا بايزومبل هذه بالمنظار. درك ما نجموش نعملوا المنظار كاع الناس، هذه سي با باسكو سينو نلقاو كيما نقولوا نروحوا دون دي فو دياغنوستيك. الور كاين نديروا دي تيست ثيرابوتيك. نعم نمدوا ادويه للنساء، ادويه متخصصه خاصه. ولا نقصت لها الالم قولها ممكن يكون عندك هجره بطانه الرحم، لازم تتبعي، لازم تاخذ نمدوا دوك ما كاش ادويه متخصصه، بكاين ادويه لتوازن الهرمونات نعطوا لها لابيلول. نعطوا لها بيلول طفله صغيره. طفله اللي بالغه صديق اون ادوليسونت نعطوا لها اون بيلول، ماشي نخافوا علاش نعطوني لها ماشي باسكو لا بيلول الحبوب من الحم عندهم دور يمنعوا الحمل وعندهم دور صديق ثيرابوتيك صديق دور تاع دواء تاع دواء ماشي غير لا بيلول. في الامراض هذه لوندوميتريوز باغ اكزومبل عندها دور تاع دواء، نبدو هاد لا بيتيت في نعطوا لها سو تيب دو تريتمون. ما كاينش تريتمون عندها هرمونات اللي تاخذها وتحت رقابه طبيه ونعسوها حتى نهار تكبر تزوج ولا ومن بعد الامور سهله. هذه كي تكون لا ديسمينوغي بريمير ودي فوا ما تلقى والو، دي فوا ما تلقى والو، ما عندها الم ما تلقى والو، ولا هنا الطبيب يضطر يمد ادويه اللي كان تاخذهم هذه ولا تاخذ واحد معليش، مي دي فوا ولا كاين ثلاث ايام اربع ايام تاخذ ادويه صباح وعشيه، دي فوا ثلاث خطرات في النهار باش تنقص الالم، باش ينقص الالم. وهذو ادويه عندهم مضاعفات، تدير عندهم مضاعفات سيرتو في الجهاز الهضمي، داكور الجهاز الهضمي يعمل لي غاسخيت لي زولسير، يعمل لانيمي، يعمل ايموراجي ديجيستيف، هادو اللي لازم الوقايه. وهذا النساء هادو حاجه الاولانيه صدير الطبيب يلعب على المركب البسيكولوجي صدير الجسم والبسيكولوجي. وكاين هنا حل واحد اخر باش نقول لهم تعملوا الرياضه، الرياضه هذه الرياضه وين نروحوا يعني نقول كاع ومن بعد واش لازم نديروا. هذه تقبل بنات صغار بنات صغار هادو ومن بعد كونت اون تخوف با ما كان والو تكون لا ديسمينوغي اسونسيال، اذا نعملوا لهم الرياضه، تعمل لهم الرياضه وتاخذ ادويه تاعها وبصفه عامه الامور تسقم تتحسن هكذا تحسن. بيقول لك 5% اللي عندهم ينجم يكون عندهم لو سيندروم بريمونسويال، لو سيندروم بريمونسويال يكون عندهم حتى قلت لك الخوف ما يدير لهم الرياضه ما يدير لهم هذه هذا تضطرب، لان كاين ادويه تاع الطبيب تاع الجهاز البسيكياتر يمد لهم للطفل الصغير. هذه كونت يا دي كا وين يكون لو سيندروم بريمونسويل يكون افيك لي تروب دومور، قلت كاين الخوف تلمون كاين الخوف حتى الانسان هكذا حاكم ما ينجمش يعيش هذا. هذا مدى الطبيب تاع النفساني والطبيب تاع البسيكياتر هذا يتكلف بهذه الوضعيات. مثلا نولوا لو كوتي دوزيام كوتي لا ديسمينوغي سكوندير. لا ديسمينوغي سكوندير اللي هنا المراه تكون مليحه ما عندها حتى الم داكور تولد وكاين تولد ومن بعد يولي تجيها الم. لهنا نفسحوها تعمل تروح تعمل اون كونسلتاسيون سبيسياليزي. نعم. ولهنا كاين بزاف اسباب. مي اسباب مزهور صدير شغل معروفه. بايزون من جيم يكون الاورام الحميده لي فيبروم، الفرام عندها لي فيبروم، وين جاي لو فيبروم؟ كيكون الفيبروم داخل الرحم تاعها. داخل الرحم صدير داخل في قلب الرحم يعمل تقلصات باش يبعد هذاك الفيبروم يعطيها الم. ينجموا يكونوا لي بوليب، يكونوا عندها دي بوليب في بطانه الرحم. نعم. ينجموا يكونوا عندها تعفنات دي زانفيكسيون جينيتال اوت. هذو ينجموا يعطوها دي تخوك، ينجم يعطيها، ينجموا لو كان عندها انستيغيلي يزغد لها بوندون لا بيريود مونسترويال يعطيها الم. هذو كاع شغل فحوصات سهله، صديقي يكون لا ديسمينوزي سهله. لكن لابد منها. طيب بروفيسور سامحني فقط ناخذ مكالمه الاخت دليله من برج بوعريريش. الو الو، مع الاسف الشديد انقطعت مكالمه الاخت دليله من برج بوعريريش. 021 39 43 44 021 37 42 87. اهلا وسهلا بكل اتصالاتكم. فهمت نكملوا. ومن بعد كاين هذا اللي ترك وقلت لك هذا الاورام هذه ولا شغل فحوصها سهله. من كونسلتاسيون نلقاو وكاين العلاج تاعهم يكون سوا كيميائي سوا علاج جراحي. لكن بعض الحالات من بالعلاج الكيميائي يبا يكون هذه بطانه الرحم تتنفخ تدخل ماشي خارج الرحم، بتكون في الرحم صدير يقول لها بالدرجه
تروح عند الطبيب ولا طبيبه تقول لها انت عندك الرحم تاعك منفخ، موش مريض مي هو منفخ، وهذه تقول لها لادينوميوز، هذه لادينوميوز تظهر عند النساء فوق 35 سنه، وكي يكون بطانات الرحم جينيرالمون تتنفخ، لو كان ما نداويوهاش باغ اكزومبل تزيد تعمل الم وتعمل سيلان، تمشي بسيلان، وبعض الحالات في هذ النساء هذو يبان نضطروا نعملوا استئصال الرحم، نعملوا استئصال الرحم باسكو الرحم تاعها مرض، بدات كانت البطانه وكانت البطانه هذيك تكبر وكان الرحم هذا كي مرض ايبا نعملوا هذه العمليه الجراحيه. وهي بصفه عامه، هي بصفه عامه الم في الدوره الشهريه هي لازم لها شغل ما نحسبوهاش نقولوا عاديه شغل نورمال ولا لا، هي نديروا لازم نديروا فحوصات، لازم نديروا فحوصات نحوسوا على الحالات صدر الوعر الصعبه اللي لازم لهم كاين علاج. نعم. وكاين حالات ما كاش علاج. طيب بروفيسور سامح لي فقط. نعم. لانه فيه معنا متصل محمد من طمنراس. السلام عليكم اخي محمد. الو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي، مرحبا بك. اهلا استاذ سعاد. والله في نعمه، اهلا بك الوفيه، مرحبا بك دائما وابدا. شكرا سلام عليك الدكتور، معك كل الاعمار وكل جميع المستمعين. شكرا اخي محمد، تفضل محمد. تفضل سيدي الكريمه. كاين واحد المراه سالتني الله يجزيكم خير، قالت لي باش نسال الطبيب، هي ما يعني شابه نقول في الثلاثينات. نعم. وعندها يعني راه حامل وعندها الضغط، يعني ماذا بها تدي معلومات من الطبيب؟ هل ترى الضغط هذا وعلى الادويه يعني يضروها يضروا الجاني كذا، ماذا بها تستفسر؟ والحق هذه الايامات واش من الضغط قبل؟ واش من الضغط عندها؟ الضغط دموي؟ نعم سيدي. داكور. كان قبل الحمل ولا في الحمل؟ هو ما كانش عندها، هي ولدت زوج مرات ما كانش عندها. دكتور عندها في الحمل. داكور. الحمل. ايه. نجاوبك. شوف دكتور، وهذه الايامات داوها عندنا في العياده تاع الامومه والطفوله، كان مقيم حوالي الصغير 9 والكبير 14. وشدها وقت لواحد 3 سوايع ولا 4، ومن بعد عطاتها قالت لها واحد كيما نقولوا حنا تريتمو، قالت لها واحد 10 ايام وعاود يرجع تخلق شويه. كي شافت الحصه هذه قالت لي يرحم والديك اتصل بالدكتور عطاها تريتمو. نجاوبك دكتور. طيب محمد، شكرا على اتصالك، الصحة والراحة للسيدة الكريمة. طيب نحاولوا أن نجاوبوها أول شيء. إيه هو السؤال، هو موضوع مهم، الضغط الدموي والحمل، وإن شاء الله السمانة الجاية ولا الأسبوع هذا نعملوا هذا، ندوروا شويه الحمل، نديروا الضغط الدموي والحمل. هو سا ديبون، كاين الضغط الدموي يظهر في الحمل سكون ابيل اتونسيون دو لا غروسيس داكور، وكاين الضغط الدموي يظهر قبل الحمل والمراه تكون بالادويه وتحب الحمل. فوالا نبدا الضغط الدموي اللي يبدا قبل الحمل، المراه تكون عندها ادويه، كاين ادويه ممنوعه تاع بالحمل، سادي تروح عند طبيب الكارديولوج، الكارديولوج يبدل لها الادويه، تقول له انا بالحمل ولا حبيت نطيح بالحمل، يعطي لها ادويه ويعس لها الضغط الدموي. ولا طونسيون ارتيريال ما لازمش تحبط بزاف، باسكو علاه؟ لا طونسيون ارتيريال الضغط الدموي هذا لازم يكون ما يديباسيش 14-9، ما يديباسيش 14 تاع القلب نقولوا تحت 9 هذيك، والكبيره ما تكونش 14 فوق 14، تحت 14 معليش، وما ديباسيش كان تولي 10 لتحتها، باسكو الدم ما يمشيش للمشيمه ما يمشيش للجنين. الطبيب يعطيها ادويه ريغلا لا طونسيون تاعها، خلاص ما هضرناش. وكاين الضغط الدموي يظهر بالحمل، ولهنا الضغط الدموي يظهر بالحمل السبب تاعو هو المشيمه، هو المشيمه تعرض ما تعرض ل ما تدخلش ما تجبدش الدم بزاف بالدم في الوالده. الو المشيمه تعطي عند الام تعطي الضغط الدموي، الضغط الدموي خطير خطير. الحل تاعو في الحمل هو الغبو، حتى لازم تكون في راحة تامة. راحة تامة ديكيبيتيس جوش، لازم تكون على اليسار في راحة تامة. ثانيا يعطوا لها أدوية، أدوية باش ما تطلعش الضغط الدموي يطلع فوق 14 ساعة. كي تكون 14 ساعة راحت الطبيب وقال لها لا وريحي في الدار وعاودي ولي 10 أيام وكيلي، صح واش قال لك؟ لازم تريحي في الدار. وكي تلحق نقولوا 32 سومان، تلحق 7 شهور، هي دخلت من شهور، إذن لازم المرأة تولد. لازم تولد باش يكون عليه خطير عليها وعلى الجنين تاعها. داكور هاي ليك، هاي بصفة عامة اللي قلت لك، ولا قالوا لها 14-9 وراكي هكذا تروحي للدار تستعفي تقيسي الضغط الدموي تاعك صباح وعشية، ولا فيها طالعة 14-9 لازم تعاودي تولي للمستشفى، يعطوك أدوية ينقصوا لك شوية لاطونسيون، وعلى حسب الشهر تاعك ما على باليش واش راكي درك 7 ولا 8، ولا عندهم الإمكانيات
تاع الرعايه تاع الجنين تاعك في 7 شهور ايبا يولدوك في 7 شهور باسكو لو كان كان طونسيون تاع حمل كاين فيها خطوره غير عليك بصفه عامه. طيب. بالاسبوع الجاي ان شاء الله نتكلموا على الضغط الدموي والحمل ان شاء الله يا رب. طيب حتى نختموا ربما بروفيسور في هذا الصبيحه بهذا الموضوع، لما نتحدث عن الام الدوره الشهريه نتحدث عن قضيه انتظامها كذلك، في بعض النساء وكثير من النساء اللي تعاني من عدم انتظامها وتذبذب هذا الدوره في حد ذاتها، فيه من الشهر هذا في 28 الشهر اللي موراه في 31 فيه من حتى 20 يوم ثم مباشره الشهر اللي بعده حتى 30 يوم، فهذا التذبذب دكتور هل هو اشاره سيئه او سلبية أو أنه يمكن القول أنه أمر عادي وعابر يعني؟ لا هو يعني كما قلت الدورة الشهرية فيها ثلاث حالات لازم ندرسوا ثلاث حالات. نعم. الهرمونات كي يكون إفرازات هرمونات لازم تكون إفرازات هرمونات دقيقة ويعني بإكيليبري دقيقة. كي يكون تخلخل تاع الإفرازات يكون لو ستريس باغ إكزومبل ولا يكون فرح قرح باغ إكزومبل يكون تعب يكون هذو الإفرازات ما يخدموش مليح وتعمل تنجم تعمل تذبذبات ولا تضغط في الدورة الشهرية. نعم. الدورة الشهرية نورمالمون تجي 28 يوم 30 يوم 28 يوم عند النساء. نعم. فوق 35 يوم يولي لو سيكل لون. فوق شهرين نقولوا لامينوغي سادير ما نجيبش. مشكلة. تحت 21 يوم يقول له سيكل كور يكون سيكل كور. المرأة يكون عندها سيكل لون سيكل كور. المرأة يكون عندها باغ اكزومبل 28 يوم اليوم عندها 28 غدوه 29 يوم هذه حاجه عاديه عادي جدا عادي. لا تلجا الى الطبيب حتى نخدم هذا لا ما تروحش عند الطبيب لا مشكل. طيب دوك ولا ما جاتهاش العاده الشهريه تمام. اليوم جات بعد قلت لك انا دارت لي روتار 10 ايام بعد دارت لي 15 يوم بعد يعني كانت حيض باغ اكزومبل نهار يومين بتيت كونتيتي هنا كاين الخوف انا نبداو نروحوا نعالجوا ونشوفوا وراهم الافرازات ورا ما هي الاسباب وسورتو افرازات سوا تاع المبيض هو اللي يفرز الهرمون ولا بطانه الرحم باسكو بالماضي المبيض كي يفرز الهرمون الهرمون هذه واش دير تروح تخدم باش بطانه الرحم توجد روحها للحمل كيما توجد روحها يكون ما يكونش توازن بيناتهم ايبا نعملوا لو تخوب دو سيكل نعملوا هذا لو تخوب دو سيكل. شكرا لك بروفيسور خوجه راسي مع كل شيء تفضلت به في الصبيحه نورتنا دائما وابدا بجمله المعطيات اللي تقدمها لكل النساء شكرا جزيلا شكرا موصول لكل اوفيائنا فقرتنا التاليه فقره سبحان الله من توقيع الزن الى شهرزاد في النون متابعه طيبه ولنعود باذن الله. ندعوك ونرجو غفرانك يا ربي. يلفت الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم انتباهنا إلى خاصية مهمة من خصائص السماء بقوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إن الأبحاث العلمية الحديثة للقرن العشرين أكدت هذه الميزة للسماء فالغلاف الجوي الذي يحيط بكرتنا الأرضية يقوم بعمل مهم وجاد لاستمرار الحياة على سطح الأرض فهو يذيب أحجار الفضاء الكبيرة منها والصغيرة وبإذابتها فهو يمنعها من السقوط على سطح الأرض ومن إلحاق أضرار جسيمة بالكائنات الحية. بالإضافة إلى ذلك فالغلاف الجوي يقوم بتصفية الإشعاعات المنبعثة من الفضاء والجانب الغريب في الأمر أن الغلاف الجوي لا يسمح بالمرور إلا للإشعاعات غير الضارة كالضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية وموجات الراديو.
أما الأشعة فوق البنفسجية فيسمح لقسم منها فقط بالمرور، وهو القسم الذي تحتاجه النباتات في عملية التمثيل الضوئي، إذ تساعد في استمرارية الحياة على سطح الأرض. لا تنحصر الخصائص الوقائية للغلاف الجوي عند هذا الحد، بل إن الأرض تحمى من برد الفضاء المجمد الذي يصل إلى 270 درجة مئوية تحت الصفر بفضل الغلاف الجوي أيضا. هذه الإشعاعات التي تصدر عن الشمس وغيرها من النجوم باستمرار مميتة للبشرية، ولولا وجود أحزمة فان ألان التي أوجدها الله في سماء الأرض لكانت الانفجارات العظيمة للطاقة المسمات الانفجارات الشمسية الطاقة المدمرة للأرض. إن الطاقة التي ينقلها انفجار واحد تم حسابها مؤخرا وهي تعادل قوة 100 مليار قنبلة ذرية شبيهة بتلك التي ألقيت فوق هيروشيما. هناك نظام عجيب متكامل في سماء الأرض يحفظ الأرض من كل الأخطار، والناس غافلون عن هذه النعمة الكبيرة التي أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى قبل قرون، ثم جاء العلم الحديث ليؤكد تفصيلاتها بالتجريب والملاحظة. سبحانك ربي سبحانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلنكثر من التسبيح والاستغفار مشاهدي الأفاضل والصلاة على نبي الرحمة المهداه عليه الصلاة وأزكى السلام، في ذلك فضل عظيم أوفيأنا في كل مكان. أجدد الترحاب بكم جميعا لمن التحق بنا اللحظة، نرحب بكم في رحاب الضحى في هذه الصبيحة الصحية السبتية 100% بحول الله، وفقرتنا الصحية الطبيعية يوقعها حضراتكم أستاذنا الفاضل كمال فليسي من خلال فقرة الترياق. الحديث صبيحة هذا اليوم سيكون عن نبتة القرنفل. القرنفل هذا اللي نستعملوها بشكل هكذا مكثف نوعا ما في حياتنا في عديد الاستعمالات، ولكن عن الطرق السليمة والصحيحة لاستخدام القرنفل وكذلك المحاذير التي لابد أن نتوخاها من استخدام هذا النبتة يتحدث الأستاذ كمال فليسي، بعد أن نرحب به بتحية صباحية عطرة إن شاء الله يا رب. صباحك سعيد أستاذنا كمال فليسي، مرحبا بك. أسعد يعني ونفس التحية زفوها للطاقم الفني وكذلك للمشاهدين الكرام، نقول لهم صباحكم سعيد، ونقول لهم أيضا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فنتكلم على الكلود جيغوفل ولا ما يسمى بالمسمار. المسمار لوكلو، نعم المسمار يشبه المسمار، صحيح يعني يشبه المسمار، مسمار او القرنفل معروف بالقرنفل. فهذا النبته هذه عندها اهميه كبيره جدا، عندها فوائد كثيره جدا، وكثير من الناس للاسف الشديد لسنوات عده ما تدخلش البيوتات تاعهم، ما يقتنيوهاش، ما يشريوهاش، ما يستعملوهاش، لكن نظن بعد ما يعرفوا الفوائد نتاعها، الفوائد نتاعها، يدركوا الأهمية نتاعها والقيمة نتاعها الغذائية، يعني يولوا يشريوها، يولوا يطيبوها. لكن الناس بكري يستعملوها لحد الآن بشكل كبير. لكن فيه كثير من الناس ما يستعملوها. في وقتنا الحالي. نعم، أنا نسأل، يعني نحب نعرف هكذا يعني العادات تاعنا، العادات تاع الأسر تاعنا، شو أن الأمور كثيرة تبدلت، يعني أمور كثيرة جدا تبدلت، الكلود جيغوف يعني قليل قليل جدا من الناس اللي يستعملها. الشيء الوحيد اللي نعرفه عن هذا النبتة أنه لما يعني تحصل لك وتحب تسأل تتناولها لا نتكلم أنا على الطهي، تعطيك ريق هكذا، على الطياب، عن طياب، على الطياب، طياب الطهي
عملية الطهي يعني قلت كثير من الناس ما يستعملوش في الطيار. تمام. هو يعني يدخل في جملة البهارات اللي عندها أهمية كبيرة جدا، يعني من جهة هي تمد هذيك النكهة، تمد هذيك البنة، تمد يعني عندها الأثر تاعها، عندها لا سينياتور تاعها في الغذاء. نعم. نعم. لكن إضافة إلى هذا نشوفها أنها صحية وتحمل الكثير والكثير من المنافع. احنا ذكرتي في البداية قلتي حتى يعني الأعراض الجانبية أو المحاذير، يعني نبدأ بها لأنها ماشي كثيرة ثم ننتقل إلى الفوائد. نعم. نتكلم بالنسبة للمرأة الحامل. المرأة الحامل تتجنب الكلوتشيغوف. يعني هذا المسمار هذا، هذا القرنفل، كل مراحل الحمل، كل مراحل الحمل. يعني احتمال كبير انه ممكن جدا انه يسقط لها الجنين حتى وان كانت في شهور متقدمه. عندها في الشهر التاسع، الشهر التاسع حتى يعني لانه علاش عنده تاثير كبير على الكول تاع المراه، يقوم بعمليه فتح الكول ديالها. يعني لما تصل الى المرحله نتاع الولاده. نعم. لما تدخل في الشهر التاسع ممكن انها دير مشروب نتاع عود واحد انسول، يعني انسول كلو مسمار واحد. تدير يعني كوب تدير فيه مسمار واحد، هي حتى تقدر تروح حتى لثلاث مسامير. نعم. حتى تروا كلو يعني تغليهم، يعني تصفي وتشرب هذاك المشروب هذاك. ويحبت أنها تحليه بالرب بما يسمى بمعجون أو يعني عسل التمر، معجون التمر أو عسل التمر، تحليه بشوية نتاع عسل التمر وتشربه. هذا راح يسهلها كثير الولادة نتاع عمليه. لكن هذا لا يتم إلا في الأيام الأخيرة. لما تدخل في شهرها التاسع. تضمن دخولها إلى الشهر التاسع ممكن أنها تستعين بهذا المشروب، يعني كوب في اليوم يكفيها. إذا غير هذا ممكن الإنسان يستعمله. أولا عنده استعمالات كثيرة جدا، يعني استعمالات فوائد كثيرة جدا. يكفيه أنه يحمل أرمادة من مضادات الأكسدة. نشوفوا بلي الكلوتشيغوف أو المسمار هذا أنه يحمل رائحة عطرة وقوية جدا، ريحة تاعه قوية جدا. نشوفوا أن من حيث الطعم ولا الزيت نتاعه يعني نشموه من البعيد. علاش نشموه عنده هذه القوة في الرائحة نتاعه؟ علاش نشموه بقوة؟ لأنه يحمل نسبة معتبرة من الزيوت الأساسية الطيارة. ما تسمى بزيوت الطيارة. نعم، نسبة معتبرة جدا. ويكفيه أنه يحمل نسبة عالية جدا يكاد لا يضاهيه فيها يعني بهار من البهارات الأخرى من مضادات الأكسدة، وهي التي تعطيه أيضا ذلك اللون البني نتاعه. فلهنا شوفوا أنه رائحة عطرة قوية جدا، كذلك إضافة إلى اللون، وهو يحمل نسبة عجيبة جدا ومعتبرة جدا من مضادات الأكسدة، وهذه يحتاجها الجسم بتاعنا. الشيء الآخر أنه مضاد للبكتيريا، مضاد للفيروسات، يعني يحمل منافع كثيرة جدا. من ضمن المنافع نتكلموا حتى باش نكونوا شيء عمليين، أمور كثيرة وتغيب عنها. نعم، كثيرة جدا. نظن لو نبدأ ونسردوا في المنافع. نعم. أو راح يداهمنا الوقت وما يكفيناش، لكن نحاول نكونوا عمليين على الأقل. المشاهد الكريم، نلخصوا ربما أهم المنافع على الأقل. بعض كذلك نقدموا بعض الخلطات، يعني الإنسان اللي يقدر يستعملهم، حتى الأم والوالدة يستعملهم في المطبخ وتفيد بهم الأسرة نتاعها. نعم. من بين المنافع القوية جدا نتكلم ونجيو من الرأس ونجيو حرفين. مثلا عندنا على الرأس تاعنا عندنا فروة الرأس وعندنا الشعر تاعنا. بالنسبة لفروة الرأس، الناس اللي يعانيوا. نعم. اللي يعانيوا مثلا عندهم مادة دهنية زايدة، سيبهم زايد شوية. عندهم فروة الرأس دهنية بزاف، يعني تغسل بالسبت اليوم، غدوة بالحد العشية تصيبي نسبة عالية، شعرها تصيبيه مدهن كامل. يعني مزيت كامل كما نقول احنا، مزيت كامل نسبة عالية، فيه إفرازات عالية جدا من السيبوم ديالها، يعني فيه نسبة زايدة من الدهون، إنتاج نسبة عالية من الدهون. اللي هنا نشوفه هذا النبتة الكلوتشيغوف لما نغسله، لما المرأة تغسل تدير شاي أو منقوع نتاع الكلوتشيغوف. الكلوتشيغوف وما يشفش الشعر هكذا؟ لا بالعكس. بالعكس يقوي الشعرة.
يعني نحي الزيت يعتبر بعد لو شامبوان، بعد الغسول، بعد لو شامبوان يعتبر ان ابخي شامبوان. يعني بالعكس يعطيه لمعان ويعطيه يعني يدير له شبه، يدير له شبه يعني طبقه حافظه لش بالنسبه للشعر تاعنا. نحيت يعني واش انا نمدو، انا نتكلم على فروه الشعر، يعني انتقلنا الى الشعر يعني ويستعملوا حتى الصغار والكبار، حتى بالنسبه للصغار. نعم، لكن نركزوا على الناس اللي عندهم مشاكل. يعني مثلا لو سيبون زايد، الماده الدهنيه زايده بزاف، ولا عندهم الشعر تاعهم لما يغسلوه يبان جاف متكسر كذا، نديروا هذا المنقوع. لهنا بالنسبه للكلود جيروف نحكموا من 8 حتى 10. نغليوه، يعني نغليوه في كوب كبير، نشوب كبيره شويه، يعني كوب كبير شويه، فنغليوه لهنا الكلود جيروف يتغلى. القرنفل يتغلى، ما نديروش منقوع، ماشي نغليو الماء نحطوه ونحوه من النار، لا نخليوه على نار هاديه لمده حوالي، يعني يكون سخون هكذا دافي. لا واش اللي يكون المنقوع؟ لا لا هنا ما نتكلموش على المنقوع، نتكلموا على مغله. مغلى؟ نعم، خليوه يتغلى. لما يغلي الماء نديروا حبات نتاع كلود جيروف، نتاع الحبات نتاع القرنفل، نديروا حوالي 10 حبات، نقصوا للنار نخليوه يطبخ. نبقيو عليه النار حوالي 5 دقائق وهو يطبخ، ثم نطفيو عليه النار لمده 10 دقائق، نصفيوه. هذا المنقوع هذا او هذا الشاي، هذا الشاي تاع القرنفل، واش نديروا له؟ بعد ما نغسلو نجوزوه على فروه الراس تاعنا. نديروه فروه الراس تاعنا، نشلو به، نمسحو مليح مليح فروه الراس تاعنا، خاصه بالناس اللي عندهم قشره، بعض الاحيان تجيهم قشره تشبه للصدفيه، هي ليست بالصدفيه لكن شبيهه بالصدفيه، خاصه تجي مر وراء خلف الاذنين، يعني يشوفوا قشره خشينه وتجي يعني في وسط الراس، خاصه خلف الراس تجي قشره خشينه شبيهه بالصدفيه. نعم، شبيهه بالصدفيه. وبعض الاحيان بعض الناس يشوفوا يديروا مسح وراء الاذنين، اجل الله يقدركم، يصيبوا طبقه بيضاء كشامبينيون فطريات، يشوفوه يعني المادة اللزجة بيضاء اللون، تشبه شوية الدهون، فهذه تعتبر يعني فطريات. كذلك هذا المنقوع نديروه على هذه الأماكن، ويعني نسلكوا به، نمشيوه في الشعرة تاعنا، ونبقي ما نشلوش من بعد، نبقي عليه على هذه الحال. لهنا الناس اللي وجعهم راسهم كذلك، يعني هنا يحاذروا، يعني يحذروا الريح، ولا ديروا مثلا المرأة في الدار دير فولار، ولا دير يعني دير فولار وتقعد في الدار، تقعد به حوالي نصف ساعة، تقعد به نصف ساعة ثم تشلل بالماء عادي، ماء عادي، تكمل تشلل شعرها بالماء العادي. إضافة إلى ما يأتينا من منافع، الناس اللي عندهم لاسينيوزيت، الناس اللي عندهم لاسينيوزيت، لاسينيوزيت الناس اللي عندهم يديروا مشروب منقوع، هذا المنقوع تاع او مغلى، مغلى القرنفل، يديروا 10 حبات مغلى القرنفل ويديروا به انباء نازل، او يحرق شويه. لكن الصبر عليه، نديروا ناخذوا تشكه رقيقه او يعني سيرانك رقيقه كامل اللي يديروا بها الانسولين، الابره ما نسحقوهاش، نعمروا هذا المنقوع هذا ونديروا انباء نازل، يعني نجيكتيو هنا، نطلعوا الماء هذا ومغلى القرنفل، حبيبات القرنفل، ثم يعني نلقي به خارج. غير نديروا انباء من كلا الفتحتين الانف، نعم نديروا عمليه تنقيه، فهو يقضي على البكتيريا من انجع المواد اللي تقضي على البكتيريا اللي تسبب هذا لاسينيزيت. نديروا انباء نازل، لما يلحق الماده هذه عنده قدره رائعه جدا في القضاء على هذا النوع من البكتيريا. اضافه يعني نمشيو الى الفم تاعنا، الفم بالنسبه للناس اللي عندهم كاري دونتير. كاري دونتير هو يعتبر هذا الغسول هذا، او هذا نديروا دي بان بوش، يعني نعم حمام الفم، على مستوى الفم نديروا به، نوالفوا نديروا به، نقدروا نضيفوه مثلا اللي عنده الزيت الاساسي او زيت القرنفل. القرنفل لما نغسلوا الفم تاعنا والاسنان تاعنا، نديروا قطرات منه، نديروا قطرات نغسلوا به، فهو مضاد ايضا للبكتيريا، ويدير عمليه تنقيه، يعني يمد لمعان رائع جدا بالنسبه للاسنان تاعنا.
يقضي على الطبقات، الطبقة الصفراء هذه الزايدة المتراكمة على مستوى الأسنان تاعنا، إضافة إلى ما يخليش السوسة تزيد، تسوس الأسنان هي السوسة يعني الكحولية هذيك، ما يخليش يمنع تسوس، يمنع تسوس الأسنان. كذلك بالنسبة للناس اللي عندهم ضرس، نعم، فهو مضاد من اروع مضادات الالتهابات، نعم، فمعروف عن الاجداد تاعنا والاباء تاعنا فوق السوسه، نعم، يعني يدرس يعني حبيبات نتاع القرنفل ويحطها على الدرس اللي توجعه يشوف، نعم. اضافه ممكن جدا اننا وتكلمنا سابقا، نعم، على الحبه السوداء وحبه البركه، قلنا اننا ممكن نستعملوها بنفس الطريقه، اننا نوضعوها نديروها في شاشه كومبريس، نضيفوها نديروها على مستوى الضرس اللي بتاعنا، خاصة إذا كان فيه مسوس. التهاب، نعم، سوس أو فيه التهاب، يعني معمر داير راسي، فهو نعم مهدئ رائع وناجع جدا. وتكلمنا أنه ممكن نضيفه مع الكلود جيروف، يعني في حصة يتكلم عليها فيه. يسأل الزميل سعيد يقول لك لا ميغرين شقيقة، بالنسبة للشقيقة مدينا سابقا حل اللي هو نتاع القرفة، وتكلمنا على الخردل، على بذور الخردل، بذور الخردل والقرفه. لهنا ممكن انك تدير بذور الخردل، دير خليط نتاع بذور الخردل، دير القرنفل. القرنفل علاش ما مديتوش سابقا؟ انا جايين وحنا نتكلموا لان فيه من فيه نسبه كبيره جدا من الناس اللي يديروا حساسيه بالنسبه للقرنفل، نعم، لانه عنده قوه كبيره وتاثير كبير على البشره نتاعنا، نعم. لهذا يعني فيه كثير من الناس يديروا حساسيه، نعم. قبل ما نديروا هذه الخلطه لابد اننا نجربوا القرنفل على البشره تاعنا، نحكموا حبه طريقه اذا كان على حساسيه ندرسوها مليح ونحطوها في مكان، نخليوها نديروا لها مثلا سبارادرا من الفوق، نخليوها لحوالي ربع ساعه ونشوفوا اذا كان عندنا حكه، اذا كانت عندنا حكه فنتجنبوها، فنتجنبوا الكلوجيروف هذا المسمار هذا نتاع القرنفل، يعني ما نستعملوش. إلا ما عندناش حكه وما كاش حميره ممكن نديروه بالنسبه للشقيقه. بالنسبه للشقيقه نقدروا نديروا ميلونج نتاع بذور الخردل، نديروا عود نتاع قرفه ونضيفوا له حوالي 10 حبات نتاع الكلوجيروف. يعني نديروا هذا الخليط هذا، ندرسوه مليح ونديروه على مستوى الجبهه تاعنا، نحكموه بشاشه. يعني بومبا غاز ولا نحكمه لحوالي نصف ساعة أو ساعة، ممكن نخليه حتى لساعة ونحيوه. في حالة ما وجدت حساسية ما نستعملوش. الشيء المهم أيضا بالنسبة يعني نمشيو نقدروا نتكلموا على الزيوت الأساسية والزيت نتاع القرنفل، نعم. الزيت الأساسي يكون ديلوي افيك اون ويل دو سوبور، يعني لازم تكون عندنا زيت واحد اخرى، مثلا ممكن استعمال زيت السمسم مثلا او زيت اللوز، افضلهم زيت اللوز. علاش زيت اللوز الحلو؟ لانها عندها قدره عاليه جدا على اختراق البشره تاعنا، بمعنى هي راح تكون فيكول، يعني تكون ناقل بالنسبه للزيت الاساسي، نعم. لما نديروا المساج على البشره تاعنا هي راح تخترق وتكون ناقله لهذا الزيت الاساسي اللي هو يكون يعني يكون عنده المفعول والتاثير الايجابي والفائده، رايحين نلحقوا الفائده بسرعه كبيره جدا. بالنسبه يعني للزيت نتاع القرنفل، نعم، حتى نختموا بها يعني يقضي على البثور، مثلا حب الشباب من اروع المواد اللي تقضي على حب الشباب، وتقضي ايضا على الاثار البثور، وموجود هذا متوفر، نعم، متوفر الزيت نتاعه يعني فيه بذور وفيه زيت او الهواء في القرنفل، المسمار اللي هو مسمار فيه زيت مستخلص منه، لهنا ما نقدروش نديروا القرنفل على مستوى، يعني فيه القرنفل وفيه الزيت نتاعه مستخلص. فيه الزيت الاساسي اللي هو يعني غالي بزاف، وعادة تخاف يكون فيه الغش، وفيه الزيت نتاع القرنفل. كيفاش نتحصلوا عليهم؟ الزيت نتاع القرنفل، الزيت الاساسي الويل اسونسيال نتاع القرنفل، نتحصلوا عليه عن طريق راديستيغاسيون، عمليه التقطير. بمعنى باش نتحصلوا على 1 كيلوغرام نتاع زيت اساسي نتاع القرنفل، بعض الاحيان نحتاج الى 6 قناطر نتاع القرنفل. بينما الزيت الطبيعي الويل فيجيتال واش نديرو؟ سي لا ماسيراسيون، نحكمو القرنفل هذا نوضعوه، بعض الاحيان نديرو له شغل نعجنوه شويه يعني في اله، نوضعوه في زيت اخر ويل دو سوبور،
زيت اخر فيجيتال قابل غذائي نوضعوه لمده 40 يوم فهو راح يكون مستخلص يعني هذا الزيت يقوم بعمليه امتصاص نسبه معتبره من المواد يعني المتواجده في القرنفل. شكرا لك استاذ كمال فليسيفا على الوقت داهمنا تمنيت لو يعني زدنا في هذا الموضوع ان شاء الله يا رب نقاوم ان شاء الله الحصه المقبله نواصلوا هكذا المنافع نتاعو نتاعو يعني نكملوا في الموضوع اثنين نعم لا يعني على السريع وندخلوا تاع نتكلموا على الزعفران كذلك وما يحمله من فوائد جمه وكبيره جدا. شكرا لك استاذ كمال فليسي على كل شيء اللي تفضل به دائما لانه فعلا اجمل شيء هو ان نتجه الى الطبيعه، يعني تعبنا من الكيميائيات وكل ما هو كيميائي يرهقنا اكثر من منافعه، ربما هو مسكن، لكن تجد انه تداعياته على المدى البعيد تكون وخيمه جدا، فشكرا لك، شكرا لحضورك، اما الان فقرتنا التاليه مشاهدينا في كل مكان فلينظر الانسان الى طعامه، متابعه طيبه ولنعود بحول الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه. كل يوم يبدو واضحا وجليا أن الجسم البشري لديه قدرة خارقة على شفاء نفسه طبيعيا وما عليه اليوم إلا التأمل في الطبيعة والتدبر في خلق الله فالله سبحانه وتعالى خلق لنا ما يغذينا ويشفينا وما علينا إلا أن نتبع قوانين الناموس الكوني فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم خمسة فواكه صريحا أحدثت اليوم ثورة في المجال الطبي من بينها العنب شجرة العنب شجرة جميلة تدخل البهجة والسرور والطمأنينة وقد عبر الله سبحانه وتعالى عن جمال الطبيعة بشجرة العنب وقال عنها جنات معروشات وذكر العنب في 11 موضع في القرآن العظيم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون العنب ملك الفاكهة وهو من الفواكه الصيفية اللذيذة ويوجد منه أنواع العنب الأخضر العنب الأحمر والعنب الأسود وبصرف النظر عن أي نوع منهم فالعنب مفيد جدا للصحة يحتوي العنب على نسبة عالية من الماء وعلى العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ألف جيم وبي 6 بالإضافة إلى حمض الفوليك وبعض المعادن الهامة مثل الكالسيوم المغنيسيوم البوتاسيوم الفوسفور والحديد والسيلينيوم يحتوي العنب على مضادات الأكسدة مثل فلافونويدات وبعض الأحماض العضوية وسكر السيليلوز بالإضافة إلى بعض الأملاح الدائبة يحتوي العنب على مادة الغيزفيغاترول التي تتحول إلى عنصر مضاد للسرطان يستطيع تدمير الخلايا السرطانية خاصة سرطان الأمعاء كما تقوم هذه المادة على مقاومة الإدمان من خلال غسل الدم تحية خالصة لكم جميعا متابعينا داخل وخارج الوطن لمن يلتقط برامج الخامسة تحية لكم جميعا هكذا مسكها الحب والمودة من خامسة التلفزيون وأكيد مشاهدي الأفاضل فتصبيح مسك الختام سيكون شفاء للروح من توقيع الدكتورة شهرزاد عزوزة هي بعض الدقائق هكذا سنستثمرها وإياها بحول الله لاستكمال ذات الموضوع اللي طرقنا فيها العدد الماضي عن مواسم الخير تتحدث الدكتورة في هذا الصبيحة وباسمكم جميعا أرحب كثيرا بالأستاذة شهرزاد عزوزة نور هذا القناة الطيبة السلام عليكم وصباحك سعيد إن شاء الله يا رب أهلا بك صباحك أسعد سعاد إن شاء الله تحية طيبة لك تحية ولكي. طيبة للسادة المشاهدين أيضا ولك يا بالمثل أستاذة عزوزة نتحدث اليوم بإذن الله عن الأذكار نعم. في أعداد ماضية تحدثنا عن ضرورة أن نثبت أرواحنا هكذا بذكر المولى عز وجل وعن أذكار الصباح والمساء نتحدث
حدث هذا الصبيحة وكيف لنا أن نحافظ على ذلك فتكون هكذا لصيقة بكل ما نقوم بها، وكيف لشجون أنفسنا أن يتعلق بما نقولها وما نذكرها أصلا. فعن أذكار الصباح والمساء أستاذة عزوزة ما تعليقك؟ طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. أما بعد، يعني سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد. في الحقيقة في برنامجنا ونحن نتحدث عن يعني الصفات التي أمر القرآن الكريم بتنميتها من أجل الحصول على صحة نفسية، أو كما سماها القرآن الكريم الحياة الطيبة، قلنا الإدمان إن شاء الله مع بعضنا بعض سنصل إلى هذا اللفظ الإدمان على الأذكار كيف يكون إن شاء الله، وكيف نصل إن شاء الله بمرحلة تتجاوب فيها القلب مع اللسان، وليس اللسان يذكر في مكان والقلب في مكان آخر. سنصل لكل هذه الطرق العملية بإذن الله. قبل ذلك كنا قد تحدثنا في حلقة ماضية عن ماذا، عن كيف نكون من الذاكرين، وقلنا بأن نفس الإنسان ليس دائما يعني في حالة كما نقول نشاط، وإنما هناك مراحل من حياتنا هي مراحل فتور، ضعف الإيمان. طيب كيف نتعامل مع المرحلتين؟ قلنا إذا وجدنا في أنفسنا نوع من النشاط فنكثر من الطاعات والعبادات، ونحاول أن نحصل أعلى درجة من الذكر بأن نكون إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كما عبر القرآن الكريم. طيب في حالة الفتور والضعف هذا الإيماني ماذا نفعل؟ قلنا أضعف الإيمان ألا نكتب من الغافلين، وقلنا كيف لا نكتب من الغافلين، ذكرنا هذا في حلقة ماضية بعض يعني الطرق العملية التي وجهنا إليها طبعا القرآن والسنة النبوية الشريفة، وقلنا أيضا أدنى شيء أن الإنسان يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، أدعية عند النوم وأدعية عند الاستيقاظ. فإذا استطاع الإنسان أن يتحسس أو أن يواظب على مثل هذه الأذكار أضعف الإيمان ألا يكتب من الغافلين. لماذا قلنا؟ لأن الغفلة هي، يقول العلماء، إذا كان علماء الطب أو كمن الأطباء يقولون عن أمراض السرطان وغير ذلك أنها من أخطر الأمراض التي يصاب بها الإنسان، فالغفلة عند علمائنا يقولون أنها أشد أمراض القلوب فتكا لصاحبها. لذلك على الأقل الإنسان لا يصل إلى تلك أو ذلك النوع من الغفلة. فقلنا الغفلة أشد ما يصل به الإنسان أنها تقطع صلة الإنسان بربه، والأذكار ها هنا تكون شبه أمصال، مصل نزود به جسمنا، نوع من المناعة في الصباح إلى المساء. ماذا يحدث هذه المناعة؟ تمنع عنا الأمراض، الأمراض القلبية، الأمراض النفسية، وتثبت أرواحنا أيضا وتقوي الصلة بين بالضبط. الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا تفعل؟ ماذا عندما نقول أنها ماذا تمنع عنا الأمراض؟ بمعنى تثبتنا فعلا وتصرف عنا الفتن. مشكلتنا هو الثبات. نعم، والفتن تصرف عنا الفتن أيضا، بمعنى الإنسان لا يكون سهل الانقياد إلى الشهوات التي قد تفسد دينه وتسود وجهه مع الله تبارك وتعالى. لذلك جاء حديث عن النبي كثيرة تبين هذا الأمر، ويعني كما تحث المسلم على أن يضبط نفسه مع الله تبارك وتعالى في على الأقل جلسات صباح مساء من الأذكار تبعد هذه الغفلة عن قلبه. لماذا؟ لأنه لا يظن الإنسان حين يذكر الأذكار الصباح والمساء بالضبط التي تضبط حياته وأذكار عند النوم والاستيقاظ أن الشيطان سيتوقف عند هذا، أو نفسه في حالة ركود ستتوقف عند هذا، سيصل الأمر بعد ذلك إلى الصلاة، وتجد بعض الناس تكره لأنه تبقى حياتها كلها مع صلاتها أنها لا تجد فيها شيئا. تجد قلبها منشغل إلى الدنيا كلية، مقبل على الدنيا، واللسان يذكر، فما قيمة صلاتك؟ يرى بأن صلاته أصبحت لا قيمة لها فيتركها. رأيت إلى أين يصل؟ هي مسألة تدريجية، لكن نحن نقول على الأقل نحافظ على الأذكار لنحافظ على الفرائض بعد ذلك. فأنا يؤلمني كثيرا عندما أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه يعني الإنسان العبد إذا كان في صلاته يقول لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير
ممن التفت إليه. نعم يا رب العالمين، أنت خير مما التفتت إليه قلوبنا، وتجد قلوبنا انشغلت في صلاتنا بأشياء لا قيمة لها في الحقيقة، وأشياء يعني كما نقول نحن زائدة، لأنه هكذا حياتنا انصبغت بهذا الشكل. نحن تركنا أنفسنا نشتغل بتوافه الأمور، نشتغل بالناس، نشتغل بكذا، بدل أن نشتغل بأنفسنا فنعدلها ونوجهها وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا العملية كيف تتم، يعني في جملة من الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم: المرء إذا نام على ذكر الله اجتنبه الشيطان، فإذا نام على غير ذكر الله عقد الشيطان على قافية رأسه 3 عقد يضرب في كل عقدة إن عليك يعني ليلا طويلا فنم. ذلك يتداخل الناس عند قيام صلاة الصبح، وبعضهم لا يقوم تماما، 3 عقد لأنه نام على غير ذكر الله. ثم يرجع بعد ذلك إلى الصباح، فإذا أصبح على ذكر الله اجتنبه الشيطان، يعني النهار كله، رأيتي كيف؟ فإذا أصبح على غير ذكر الله قال أخذ الشيطان بزمامه يتحكم فيك. وماذا يفعل؟ يضع للإنسان اليأس من الحياة، كراهية الحياة، يدخل الحزن إلى صدره، خمول ونعم، ويكثر له من الهموم. وكيف يصرف الإنسان عن هذه الهموم؟ يذهب إلى المتع، سواء هذه مسلسلات وهذه أفلام وهذه، ويبقى حياته بهذا الشكل، أين لا يرى الفائدة من حياته. فلذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله عند النوم، عند الاستيقاظ، رأيتي كيف؟ حتى ماذا؟ حتى يعني أذكار الصباح، أذكار المساء، حتى يتقوى الإنسان. قلنا كالأمصال غذاء يدخل جسم الإنسان كمناعة يمنع عنه هذه الفتن. جاء يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه إذا نام الإنسان وقال الدعاء، يعني هناك أدعية النوم، آية الكرسي ما أعظمها ونحن ننام عليها، أيضا هناك دعاء علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قال عند نومه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له، قال صلى الله عليه وسلم: لم يكتب من الغافلين. سبحان من قال هذا الدعاء، قال يعني تنام وأنت مطمئن أن الله لم يكتبك من الغافلين. فينم الإنسان على ذكر الله، أذكار هذه النوم وغير ذلك، فيعني يجتنبه الشيطان، رأيتي كيف؟ طيب إذا قام ونام على غير ذكر الله، قلنا يعقد الشيطان 3 عقد، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا الذي غفل عن هذا عند النوم، عند الاستيقاظ هناك أدعية الاستيقاظ، قال فإذا قام الإنسان واستيقظ على دعاء الاستيقاظ فك أو فكت العقدة الأولى من الشيطان. قلنا يضرب على قافية رأس الإنسان 3 عقد. هذه الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتستغرب، لكن هذا هو شئت أم أبيت، هو يعطي لك الحلول صلى الله عليه وسلم. طيب قال إذا وقف للوضوء غلبت نفسك بذلك الدعاء فكت العقدة الأولى، إذا خف الثقل عليك، تذهب بعد ذلك لتتوضأ، قال فكت العقدة الثانية. طيب تقف الله أكبر فكت العقدة الثالثة. سبحان الله، سبحان الله الذي لا إله إلا هو. طيب صليت، أنهيت صلاتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصبح على ذكر الله حتى يجتنبك الشيطان؟ قال الإنسان ما زال بعد ثانيا قدمه أو قدماه، نحن ما زلت يعني قدمه ما زالت تحته بعد في صلاته، قال ثاني قدميه لم يكلم أحدا بعد صلاته مباشرة، من قال لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أرسل الله إليه مسلحة تحميه. ما معنى مصلحة أو مسلحة تحميه من السلاح؟ بمعنى قالوا ملائكة مسلحون. سبحان الله، كيف يحس الإنسان أنه ماذا في حماية الله؟ أرسل له ملائكة يحموه. في رواية أخرى قال أشد من ذلك، قال يعني وهو ما زال بعد صلاة الصبح ثاني قدميه لم يقف بعد، لم يتحول بعد، وهو يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، لم يكلم أحدا بعد، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس أو خير الخلق عملا يومئذ.
وكأنك عملت أخير الأعمال التي يعملها الإنسان في بداية يومك. سبحان الله، هذا كله يعطي قوة نفسية أن يحس الإنسان أنه في حفظ الله. ثم تأتي ما شاء الله أذكار الصباح على ما فيها من أدعية وعلى ما فيها من يعني كما أقول أنا كوكتيل من الأدعية ومن التحصينات للإنسان. كيف يخرج الإنسان من بيته يعني بربك؟ ألا يخرج خفيفا محاط يعني تعطي له قوة إيجابية حقيقية؟ يعني تمتص تلك الأذكار من الإنسان جميع السلبيات أو جميع القوى السلبية التي قد يكون يعني وضعها عليه الشيطان. إذن هذه هي التي نريد أن نقولها للناس، بأن هذه الأذكار الصباح والمساء على الأقل أن الإنسان لا يكتب من الغافلين. فهذه يعني كما نقول نحن من أهم الأسباب التي تجعلنا نقدم على هذه الأذكار لا نتركها، هي سعاد أن نعرف معانيها. فلما يعرف الإنسان ما معنى هذا الدعاء وماذا يفعل له هذا الدعاء وماذا يقدم له الدعاء يكون من أحرص الناس على الأدعية. في ختام حديثنا أستاذة عزوزة على قضية ارتباط هذا القلب وهذا المضغة بما نقوله، لأن في بعض الأحيان نطبق ذلك قولا ولكن هكذا القلوب مشدودة إلى أمور أخرى ومرهقة هكذا من ضغوطات الحياة، ولنعطي أسبابا هكذا حتى لا نكون ربما هكذا مشحفين في حق أنفسنا، قد نرغب في ذلك لكن ترهقنا هموم في هذه الحياة فتجعلنا هكذا نتعلق بأمور دنيوية أكثر. وعندما أقول لا إله إلا الله وأذكر فهكذا أقولها قولا غصبا عني، فما قولك؟ لأني أشاطر أن الكثير من الناس ربما يشاطروني ذات الرأي. طيب إذن ربما أنت تقودين إلى باب واسع سنراه إن شاء الله حلقة قادمة. لو نختم في دقيقة لو سمحت هي كيف نثبت أرواحنا لما نقوله أو فيما نقولها. طيب نحن أقول يعني إن شاء الله من خلال برنامجنا هذا سندخل بعد ذلك في الأمور العملية. هي لابد أن نضع في أذهاننا أن أذكار الصباح وأذكار المساء وهذه الأذكار التي نتحدث عنها حتى الأذكار المطلقة كلها عبارة عن واحات استراحة. ضع في ذهنك هذا، أنا سأجد راحتي في هذا المكان في البداية. أي نعم، ختاما إن شاء الله سنرى كيف سنصل لذلك إن شاء الله. شكرا لك نور هذه القناة أستاذة شهرزاد عزوزة، شكر موصول لكم جميعا أوفياءنا، شكرا لوفائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.